مساء الخير جميعا، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اخر النهار على شاشه قناه النهار. النهارده هطرح سؤال اعتقد ان هو بيهم البيت المصري والعلاقات ما بين الرجل والمراه والاسره المصريه بصفه عامه. ليه الزوجه بتراقب السوشيال ميديا بتاعت جوزها؟ وهل من حق الزوجه يكون معاها كلمه السر او الباسورد الخاصه بالموبايل وصفحة الفيسبوك كمان؟ سؤالي ده مرتبط الحقيقة بحالات كتير وصلت صفحة البرنامج بتتكلم عن انهيار علاقات كاملة بسبب السوشيال ميديا، حالة مراقبة وتنصت بكل الطرق والوسائل، والنتيجة بكل أسف ثقة مفقودة وعلاقات بتنتهي، لدرجة ان جهاز التعبئة العامة والإحصاء أكد في دراسة صدر عنه ان 40,000 حالة طلاق في عام واحد حدثت بسبب الفيسبوك والتويتر والانستجرام. في اراء شايفه ان من حق الزوجه تعرف كل حاجه عن جوزها، وان الموضوع ملوش علاقه بالثقه قد ما له علاقه بالمحافظه على بيتها من اي فراشه طايره معديه على الاكاونت. وفي اراء تانية بتشوف ان الست اللي بتراقب جوزها ما عندهاش ثقه في جوزها وبتخنقه من كتر مراقبتها ليه والموبايل ولصفحته، وتقعد يعني بتعد عدد اللايكات والشير، وكمان بتدخل ساعات تكلم اللي عملت اللايك وتتعرف عليها عشان تشوف ايه حكايتها مع جوزها، لدرجة ان في هاشتاج منتشر على منصات التواصل الاجتماعي بيقول لا تراقب بروفايل من تحب فالخيانة تحدث على الخاص. انتظر مشاركاتكم معايا على التليفون من خلال الأرقام المعروضة على الشاشة، وكمان هنتظر آرائكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك على سؤال الحلقة. والسؤال النهاردة: ليه الزوجة بتراقب جوزها على السوشيال ميديا؟ هعرض آرائكم على مدار الحلقة، وبعد الفاصل هستقبل ضيوفي في الاستوديو. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة. شكرا، الف شكر. احنا كل يوم خميس بنحاول ان احنا نشوف كده موضوع بيهم الاسره المصريه والبيت المصري، وقبل كل شيء موضوع له علاقه بعلاقه الرجل بالمراه، لغز كبير جدا انا متاكد ان مفيش حد هيجد له حل جذري او حل قاطع، انما احنا بنحاول ان احنا نقرب من الملفات دي اللي بتهم يعني قطاع وشريحه كبيره جدا من مجتمعنا. هفكركم بسؤال الحلقة النهاردة: يا ترى ليه الزوجة بتراقب جوزها على السوشيال ميديا على منصات التواصل الاجتماعي؟ هسمع طبعا آراء ضيوفي، وهنبقى عندنا بعض الحالات اللي هنتحاور معاها، وفي عندنا كمان حالة كابل أو زوج وزوجة مشرفينا هنا في الاستوديو، برضو هنقترب من مسألة يعني حياتهم وازاي بيمشوا الموضوع ده وهم ماشيين في أي اتجاه، على أساس أن الموضوع ده طبعا له آراء وآراء بتعارضه، في ناس مع الزوجة في ناس مع الزوج. هنسمع النهاردة كل الآراء. خلوني في الأول أرحب بضيوفي، عايزكم ترحبوا معايا بالإذاعية هدير شعيب. هدير شكرا لقبولك الدعوة. وضيفتي الثانية الناشطة في حقوق المرأة آسر ياسر، أهلا وسهلا آسر، شكرا لوجودك معانا. وعايزكم ترحبوا معايا بضيفتي المذيعة أنجل جمال، أهلا أنجل، أهلا معكم، شكرا لوجودك معانا النهاردة. وزي ما قلت في زوج وزوجة موجودين وقاعدين ضمن الجمهور، عايزين نرحب بالأستاذ المحامي أحمد هاشم وزوجته المدرسة دينا محمد. شكرا. أبدأ مع هدير، يا ترى إيه تعقيبك على سؤال الحلقة؟ ليه ست بتتدخل في مش عايز اقول في اللي ملهاش فيه، بس يعني بتتدخل في صفحه السوشيال ميديا بتاع جوزها؟ بص، هو مبدئيا خلينا نقول من الاول خالص، الحياه الزوجيه عموما مش هي فيسبوك اصلا، لا، هو في ثقه، في مصارحه دايمه، في ان لازم الزوج يبقى عنده الرصيد الكافي انه يقدم الثقه لمراته، ان هو يخليها تبقى متاكده وواثقه فيه، فمش كل شويه تدخل تدور وراه. تمام. في حالات طبعا عندها مرض اساسا، تستنى زوجها يخش ينام وتلعب بقى،
يعني تشتغل على الموبايل، واتساب، فيسبوك، طبعا في حالات مش هننكر يعني. بس لو جينا نسألها انت عملتي كده ليه، تعالى نسأل، اكيد شافت حاجة قبل كده، اكيد اتصدمت فيه. هي لو من الاول خالص من اول يوم هي شايفه ان هو ما ينفعش يبقى زوج وما ينفعش يبقى قد الثقه دي، ما كانتش اتجوزته، صح كده؟ ولكن الزوجه في الاول بتقدم كل حاجه برضو، يعني هي عليها مسؤوليه كامله علشان توصله لثقه معينه. انا هديك ثقه وانت لازم تكون قدها، وانا كمان هعمل اللي عليا علشان انت ما تبصش بره. لو الموازنه دي حصلت اعتقد مش هيبقى دايما بتدور. وايه اللي تعمل اللي عليها عشان ما يبصش بره؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ان يعني تشوف اصلا هو بيحب ايه، هو نفسه مراته تبقى عامله ازاي، هو ايه اللي بيشوفه بره وبيتكلم معاها بره علشان مش لاقي ده جوه، صح كده؟ يعني لازم نبقى حقانيين برضه. ولا تمشي على العجين ما تلخبطوش؟ لا، تمشي على العجين ده اللي هو انا احترمك ولا بخاف منك. في فرق. تمام. انت متاكده لما قلتيلي ان الزوجه اللي بتروح بعد ما جوزها بينام وتدعبس في صفحه الفيسبوك، تمام، ده هو لازم يكون عمل حاجه، ولا ممكن تكون واحده عندها حب الاستطلاع قاتلها؟ حب الاستطلاع، ما هي شافت ايه علشان كده كون عندها الفكره دي؟ هي ديت الفكره، يعني في سبب دايما. طبعا. ما اعرفش اذا كان كل هيتفق معاكي ولا لا، بس عرفت رايك. اخد راي اسر ياسر. انا متفقه مع طبعا. هو يعني عاده لما بيحصل اي قلق، يعني قلق من اي طرف من الاطراف، بيكون لان في طرف اساء، يعني اساء في مره من المرات، فاصبح في نوع من القلق وعدم الطمانينه. ايه اللي هيخلي واحده تقوم في نص الليل تقعد تدور ورا حد وتعز النوم، يعني تعز حاجه على النوم الا اذا كانت هي في حاجه قلقاها. بس غيرتها على جوزها اعز بكتير من النوم. الغيره حاجه، الغيره دي لما انا مثلا الاقي واحده بتضحك كده لجوزي فانا اقلق، لكن ان انا اشك فيه فده معناه ان انا مش واثقه فيه. الغيره شيء، وعدم الاحساس بالامان شيء تاني. فهي لما عملت كده يعني ينبسط لما تغير عليه، بس هو لو بيعمل عمله وهي دورت وراه هيزعل وهتحصل انفجارات. خليني اسالك سؤال مباشر. اتفضل. هو انت مع ان الزوجه يبقى معاها الباسورد بتاع جوزها وتدخل وتشوف موبايله وتشوف الواتساب وتشوف بعت لمين وما بعتش لمين ومين عمل له لايك، مين عمل له شير، مين عمل له؟ تماما مع الاثنين، الطرفين. الطرفين؟ الطرفين. وهو كمان يبقى معاه الباسورد بتاعتها؟ طبيعي، احنا بنتشارك اصلا، يعني الشخص الوحيد اللي انت بتبقى قدامه يعني غير محتشم في كل شيء، في أسوأ حالتك بيشوفك وانت مريض وانت من غير هدوم خالص، من غير اي، مفيش خصوصية بين الراجل ومراته، مفيش حاجة اسمها كده اصلا. لو انا خبيت يبقى دي اسمها سرية، اذا دخلت في حتة السرية يبقى معنى كده ان انا السرية هي اخفاء معلومات عن قصد تضر بالعلاقة او تؤثر على قرار الاخر في البقاء في العلاقة، او يعني تقنن اختياراته وبدائله، فانا كده بظلم حد، فبالتالي انا مش اونست. فاسر انت عايزه تقولي انه عقد الزواج المقدس، الرباط المقدس ما بين زوج وزوجه، بيتيح لكل طرف انه يعرف كل انه يقتحم سريه الطرف الاخر مهما كانت. ما فيش حاجه اسمها سريه بين الزوج والزوجه، لان من الاخر كده وانا اللي مسميها باسورد. ما هي اسمها باسورد، هي باسورد بس ما يبقاش سر على الزوجه. طب ما ممكن ما يكونش من السوشيال ميديا خالص، هو مش المفروض ان هو يخبي عليها حاجه اصلا. يعني انا لما يعني انا اللي هاخد عزايا وهو اللي هياخد عزايا، في ايه اكتر من كده يعني؟ وانت ليه قلت لنا حاجه تنكد علينا كده؟ لا 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 لا، بلاش السكه دي. انا قصدي اقول ان احنا يعني قريبين من بعض قوي. طبعا طبعا طبعا، انما اللي عايز اقوله هو مساله ان انا يعني لازم ادي لمراتي الباسورد بتاع موبايلي. مش لازم، بس إيه في اللحظه اللي انا احس، افرض مثلا انا جوزي موبايله رن الساعه 2 بالليل، مين اللي بيتصل؟ ما فيش، مالكيش دعوه. طبيعي هتحصل، هتقوم خناقه. لا، انت لو موبايل مراتك رن كده برضه هتحصل نفس الحاجه. الساعه 2 بالليل مثلا، يعني الشغل، مين الشغل 2 بالليل ده؟ الله، ما هو كله شغل. ما هو كله شغل. ايه طيب، على كل حال انجل، انت سمعتي الرايين وعايز اعرف انت رايك. انا ضد اثر جدا في الراي اللي هي قالتهم، لان الحب خلينا متفقين لا ينمو الا في اجواء من الحريه. ما ينفعش ان انا اقتحم خصوصيات جوزي وابقى مراقب عليه 24 ساعه في ال 24 ساعه، لان لو هو خاين مش وسيله الفيسبوك بس والواتساب اللي ممكن يخوني من عن طريقها بس. في وسائل تانية. اذا لو انا شخصيه شكاكه هروح وراه في الشغل وهروح معاه في كل حته وهحط له بقى ناقص كاميرا. فاذا الحب هينمو في وجود ثقه وراحه واحترام ما بين الاثنين. انا بعتبر ان ده قله احترام لزوجي
ان انا افضل افتش وراه طول الوقت 24 ساعه في ال 24 ساعه ان انا افضل شاكه فيه، فانا بقتل الحب. تفكك في العلاقه ما بيننا، اذا هي كمان تفككت. لو هو طلب مني في يوم من الايام ان هو يطلب الباسورد، دي اهانه ليا. فاللي مرضهوش لي مرضهوش على نفسي مرضهوش لي. هو ممكن يشعر بايه لو انت قلت له انا عايز ادخل على صفحتك اديني الباسورد؟ هيتضايق طبعا، هيتضايق، هيحس انك انت خنقتيه طبعا. من حقه ان يعيش حياته الطبيعيه ويكون ليه خصوصياته. مش معنى ان انا بقول ان يكون ليه خصوصياته ويمارس حياته الطبيعيه انه بيعمل حاجه غلط. خالص. انا ليا خصوصياتي وحياتي الخاصه وانت ليك خصوصياتك وحياتك الخاصه. مش من حقنا ان احنا نتدخل في حياه بعض قوي لدرجه ان احنا نخنق بعض. يعني بيبقى واضح جدا. يعني انت عايزه تقولي ان الاصل في الموضوع هو الثقه المتبادله، مش المفروض افترض ان شريكي ده بيخني. بالظبط. وزي ما قالت استاذه، عفوا اسمك هدير شعيب، قالت ايه اللي بيخلي الست توصل لدرجه ان هي تفتش ورا زوجها؟ اكيد عمل حاجه. انا بقول حتى لو عمل حاجه او شكيت فيه، ما ينفعش برضو اطلب الباسورد وافضل ادور وراه. امال اعالج يعني اعالج المشكله نفسها؟ انا بجهد نفسي. بستنزف طاقتي السلبيه في ان انا لا، طاقتك الايجابيه بتبقى سلبيه. عفوا. انا دلوقتي مضيعه وقتي كله في ان انا ببحث على الفيسبوك. انا ممكن اعالجه هو. او اشوف ايه اللي مضايقه مني او ايه اللي متضايقه انا منه واخلق جو سعيد، لكن استنزف طاقتي كلها في ان انا اراقب ما عنديش وقت اصلا. طب تصرحيه يا انجل ولا ما تصرحيهوش؟ اصرحه ان انا شاكه واقعد اتكلم معاه لكن ما راقبهوش وما اطلبش الباسورد وما افضلش ادور وراه. ده في ناس كمان تانية مش بس بتطلب، هي بتوقع بيه بحيث ان هو من غير ما يشعر بتاخد هي الباسورد وتقعد بقى تعيش حياتها وتدور وراه وتعمل له فخ. يعني احنا شفنا كمان حتى في بعض مسلسلات الدراما ان في زوجات بيحطوا الموضوع في دماغهم. تمام. هو لو خاين هيخني عن طريق طرق تانية كتير، مش الواتساب. اعتقاد الستات ان انا معايا الواتساب والفيسبوك كده انا حميته، لا انت ما حميتهوش. العفة الشخصية نفسها عاملة زي ايه بالظبط؟ بيبي ابني عيان عنده احتقان في زوره، فانا بعالج له بطنه. طب ما هو الاحتقان بتاع زوره ده هو اللي مدمر بطنه، عالجي الشخصية نفسها. طب انت ما فيش منه او في ضوابط معينة بتمنعني ان انا مثلا ما استمرش مع ان انا مجبرة ان انا استمر مع الشخص ده؟ لا، اتجنبه. خلاص يعيش حياته براحته، لكن ما اقعدش ان انا اراقب فيه طول الوقت. طيب هدير، انت كنت عايزه تعلقي على حاجه واسر بتتكلم. لا مش فاكره. مش فاكره. تمام، نروح للكابل. استاذ احمد ومدام دينا، انتوا اساسا بتعملوا ايه في مساله الباسورد بتاعتك؟ ومدام دينا، هل انت معاكي الباسورد بتاعت استاذ احمد؟ اكيد معاكي. تمام. يعني ممكن تدخلي تدوري في موبايله؟ هو مش حكايه ادور مين اكلمه، مين كلمه، مين بعت له رساله على واتساب؟ ممكن احيانا، يعني كطبيعه اي ست اكيد هقعد، بس مش طبيعه اي ست. في ستات بتقول لك ما هي انجيلا اهي. لا انا ما اجيش جنب الموضوع ده علشان ده بيفقد الطرفين الثقه. لا مش موضوع ثقه. هو على فكره انت بتشتغلي صح؟ تمام. انت مدرسه. تمام. فاذا انت يعني معلش يعني لا اسمحي لي في التعبير، انت مش فاضيه قوي. تمام. يعني عندك التزامات طول اليوم ما بين شغلك ما بين في اولاد. أيوة. فانت طبعا يعني مش فاضيه الاستاذ احمد قوي صح؟ لا بس هو انا يعني مش حكايه مش فاضيه، بس انا يعني في حاجات ما اسيبش الدنيا خالص، وان انا خلاص انا ارجع من الشغل واخلص اللي ورايا وخلاص الاولاد وبس. لا ما هو برضو في حاجات لازم اخد بالي منها، ان انت مثلا لا موبايلك رن. طب ساعات احيانا ماشي مين بيكلمك مش عارف ايه الحاجات دي، ممكن اخش على الفيسبوك وممكن اخش على الواتساب، بس مش حكايه ان انا براقبه، لان هو لو عايز يعمل حاجه اصلا كل ده ما. طب التعبير اللي قلتيه ما سيبش الدنيا خالص، ده تعبير ما يتقالش الا على حد شاكك في حد. مش حكايه شك. لا امال يعني ايه ما سيبش الدنيا؟ لا يعني لو سبت الدنيا هو على فكره برضه هو اكيد هيبقى مبسوط، لان انا ببقى مهتمه بان انا اعرف مين اللي بيكلمه مين بيعمل. تبقى مبسوط يا استاذ احمد؟ ايوه طبعا لازم يبقى فيه اهتمام. هي اساس العلاقه الزوجيه ايه؟ الموده والرحمه. طبعا الموده يعني الحب، الثقه. الجواز لازم يكون قائم على المصارحه والشفافيه. لو في شفافيه وفي مصارحه، احنا 11 سنه، سنتين خطوبه وتسع سنوات ما شاء الله. جواز. ربنا 11 سنه مع بعض، فبين كتاب مفتوح. انا ما عنديش ازمه ان الباسورد يبقى على الحيطه. مكتوب على الحيطه. ما فيش ازمه خالص، لان في ثقه متبادله ما بيننا. تمام. هل انت يعني طواعيه كده
اديت للمدام الباسورد ولا هي اللي طلبته؟ لا لا لا، انا اديته لها وخدت الباسورد بتاعها من ايام الخطوبه حتى، بس هي في حاجات خاصه بشغلي هي ما بتدخلش عليها احتراما لخصوصيه شغلنا، زي حضرتك مثلا كاعلامي ممكن حد من فريق الاعداد يبعت لك مثلا مسج في فيديو في مشاهد صعبه مثلا، فما ينفعش ان حد من الاولاد يشوفها. نفس القصه انا عندي مثلا حاجات خاصه بالمكتب بموكلين اسرار، فما ينفعش هي تطلع عليها، فهي ده بتحترمه ما بتدخلش عليه، فيما عدا ذلك بتخش عادي ولها حريه. طب انت استاذ احمد كمحامي عندك موكلين يعني او موكلات من النساء صح؟ بيتعاملوا معاك وقضايا احوال شخصيه بيبعتوا لك رسائل، طب ازاي بتحاول تجنب اسف مدام دينا حته الغيره؟ اجنبها حته الغيره من الستات اللي بتكون تمام بتكلمك ويكلموك في شغل. اولا اللي بيكلمني في شغل، يعني انا مثلا انا ما بسيرش الغيره جوايا، يعني ما ينفعش انا يجي لي تليفون وانا قاعد جنبها اروح قايم وسايبها، فانا اللي هسير جواه الغيره واخلي الفضول ياخدها وتراقبني ان انا قاعد جنبها وجالي تليفون برد عليه عادي في منتهى الهدوء ومن غير تردد، من غير ما صوتك يتغير، تمام، فعشان ما تخلقش جو من الريبه وتخليها قلقانه. تمام مظبوط. احنا متفاهمين جدا في الموضوع في المساله دي. احنا جوازنا قايم على المكاشفه والمصارحه من البدايه والموده والحب المتبادل والثقه، فبالتالي ما فيش اي مشكله من مشاكل المستحدثه في المجتمع اللي خاصه بالتكنولوجيا ومواقع التواصل حصلت ما بيننا اطلاقا يعني. انت كلامك ايجابي جدا الحقيقه وشيء جميل جدا، واتمنى انه يبقى هو ده فعلا الحياه ما بين اي كابل والتاني، بس المشكله الوحيده ان انا شايف ان هو مثالي زياده عن اللزوم. مش مثالي هو حضرتك، انا اقول لحضرتك هو في راجل بيرفض ده لان هو عنده نظره عنصريه للمراه اللي هو سي سيد في البيت، انا ما ينفعش مراتي يبقى معاها الباسوره، ما فيش الكلام ده. احنا بقينا في مجتمع دلوقتي يعني مثلا التقارير الرسميه من الحكومه ان في 37% من السيدات بتعول اسر، فلازم نغير نظرتنا للمراه. المراه هي الزوجه هي الام. انت استاذ احمد بتحاول تبقى رجل عصري تحترم المراه ويبقى العلاقه يعني روح العلاقه ما بينكم انتوا الاثنين فيها مساواه، مش انت السيد وهي امينه. لا لا، احنا في مشاركه، هي بتشتغل وبتعول الاولاد، وانا في مشاركه ما بيننا. طيب يعني مدام دينا، لو حضرتك بتدخلي على صفحات الفيسبوك للاستاذ احمد جوزك ولقيتي واحده بتعمل لايك كتير او كومنتات كتير ومركزه معاه، بيبقى تصرفك ايه؟ بص حضرتك، هو على حسب الكومنتات اللي هي بتكتبها. في حاجات هو بيبقى ينزلها بيبقى في كومنتس يعني عادية، مثلا مجاملة أي حاجة كده، فما فيش مشكلة. لكن في حاجات أكيد لما بحس كده إن كده أكيد بخش على صفحتها. بتحسي إزاي بقى؟ يعني مثلا بيبقى في مثلا كومنتس كده مش مريحيني نفسيا، أنا إحساسي ما بيخيبش ما في الحتت دي، فبحس إن أنا مش مرتاحة. لا في حاجة يعني في لمبة بتنور. في حاجة بتنور. كويس. لما اللمبة تنور بقى حضرتك بتعملي إيه مع الأستاذ؟ لا، مين مثلا؟ مين دي؟ طب ايه الكومنت ده؟ طب ايه؟ فهو طبعا لو في حاجه هتبقى الدنيا بالنسبه له لا مالكيش دعوه، لا مش عارف ايه ده شغل ومش عارف. لكن هو بس ان هو قلق. لكن لما بيرد ردود صريحه انا خلاص يبقى ده شغل فعلا، انا ما بتكلمش في تاني. طب معاها هي بقى بتحاولي تدخلي على صفحتها؟ ممكن اخش بس على صفحه ان انا اخد بس يعني كده اشوف هي مين اصلا بس، لكن انا بتتابعي صورها مثلا؟ احيانا يعني مش كتير، بس انا مش من شوفي مثلا حلوه ولا لا 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 انا الحمد لله انا عندي ثقه في نفسي. لا ما انا عارف، بس هو الثقه في النفس لا تمنع الفضول. هو ممكن يكون من حته الفضول بس مش اكتر. لكن انا مش من نوع ماليش بقى دعوه بيها خالص برضو، انا تعاملي انا يخصني هو، انا هي ما تخصنيش يعني، بس تستطلعي الصفحه بس وتخرجي منها بس مش اكتر يعني. انما في ثقه كامله في الاستاذ احمد كزوج. تمام. طيب انجل، اصلك انت من شويه قلتي يعني ايه ما ينفعش وكده اهو. انا متهيألي نموذج الاستاذ احمد هاشم ومدام دينا عكس تماما اللي انت قلتيه. مفيش مبرر يبين لي ان طلب الباسورد، انا اطلب الباسورد من جوزي، ده معناها ان انا شاكه فيه، ان يبقى معايا الباسورد كده احنا فقدنا الثقه. انا معايا الباسورد يعني هفتح الفيسبوك من وراه وهقعد اتفرج على كل المحادثات اللي ما بينه وما بين كل اصدقائه. اخد الباسورد ليه؟ ما دام انا واثقه فيه.
بس هو الاستاذ احمد من ضمن كلامه بيقول لك احنا العلاقه قايمه على الموده والرحمه وانه في مساواه، فزي ما انا ليا الحق هي كمان ليها الحق. تمام، حاله نادره مشكله يعني انا حسيت ان هو حاله مثاليه بالظبط، لكن اغلب الحالات انا بطلب الباسورد يعني شك فيك، يعني اهنتك. بطلب الباسورد منك يعني انا بهينك، يعني انا شك فيك. وزي ما قلت لحضرتك في اول الحلقه ان مش الفيسبوك بس والواتساب اللي يقدر يخوني فيه، هو لو شخص خاين ممكن يخوني باي طريقه تانية. فانا ما عنديش وقت، بس ما عنديش وقت ان انا افضل. في الزمن ده الفيسبوك والتواصل الاجتماعي بقى مكان اساسي جدا لاقامه العلاقات. تكمله لكلامها لما بتقول ان انا لما بشوف كومنت البنت بدخل وبشوف ايه، انا ما ببصش على كومنتات البنات، ولو لقيت كومنت البنت بتعبر بيه بطريقه لطيفه لزوجي انا بفرح انه جميل وان البنات معجبه بيه. مش معنى كده اني غيران، مش يعني غيران عليه. ما بتغريش، ما بتغريش، ما هو ده برضو كلام مش معنى كده. لا مش معنى كده ان انا، مش معنى كده ان انا مش غيران عليه، لا انا حابه ان هو يبقى جميل، حابه ان الكل يكون شايفه حلو، حابه ان انا احس ان انا واخده شخصيه مميزه. ايه المشكله؟ طب والبت دي اللي عماله ما تعمل البت دي تقول كلام حلو زي ما تقول حاسة هو ان هو ايه؟ جميل هو ايه؟ البت دي اهم حاجه هو ايه؟ هو ايه معايا؟ اسر عايزك تقولي اتفضلي. هو ايه معايا؟ اهم حاجه قالتها هو ايه؟ هي قالت كلام مهم، هي قالت كلام مهم جدا. فعلا انا لما اجي اخد الباسورد من جوزي او اي زوجه تيجي تقول لجوزها لو سمحت بقى هات لي الباسورد بتاع الفيسبوك، اكيد في ريزن. مفيش تصحى مجنونه من النوم تقول له هات الباسورد. بالظبط، اكيد اكيد حصل حاجه في طبعا موقف. تمام، فاذا انا دلوقتي يعني لو انا الراجل للزوج في العلاقه، فانا قدامي طريقين، حاجه من اتنين، لا اما انا شاري البيت ده وعايزه ان هو يبقى مراتي تبقى عندها ثقه ومطمئنه، فانا بتنازل وبقول لها خد يا ستي كل حاجه وانا البيت يعني اهم عندي من اي حاجه في الدنيا، لا اما انا بعند فيها وباي باي. فليه بيودي الباسورد؟ علشان عايز يحافظ على البيت. برضه الاستاذ احمد من شويه قال لك ان هو ادى لزوجته الباسورد من غير ما تطلب متطوعا، لذلك هي بتثق فيه جدا، هو اصلا مش عايز انها توصل في لحظه من اللحظات انها تشك فيه اصلا. فقال لها بيقول لها يا ستي انا راجل ستريت، انا راجل ماشي على الطريق المستقيم، وثقي فيا، خدي باسورداتي انا ما بتفرقش معايا حاجه. يعني عايزه تقولي ده راجل ما بيعملش حاجه غلط. الخطوه دي خلتها تثق فيه طبعا، في ثقه عمياء ولا ايه يا مدام؟ تمام صح، تمام ولا ايه؟ تمام يا فندم. فبالتالي انا طبعا لما هي يعمل كده برضه عندها فضول انها تعرف البت ده، البت اللي مركزه دي. والله هو انا شايفه ان عاده ما بيبقاش المشكله في اي بت مركزه، هي المشكله في الراجل، لان البنت دي ما تعرفكيش انت. أنا قلت. اللي يعرفك هو جوزك، اللي يخاف انك تزعلي هو جوزك، اللي يخاف انك انت تضيع الثقه بينك وبينه هو جوزك. لو هو ناوي يعرف واحده ممكن تبقى غير اللي على الفيسبوك زي ما قالت الاستاذه انجل. ممكن تبقى من اي حته، علقها من جامعه الدول يا سيدي. ايوه سي الطريقه القديمه يعني. لا 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 بس هو في لا حاجه، لا جامعه الدول بقى ده الطريقه القديمه. ايوه النظام القديم. انا قصدي اقول ان هي قوي وبعدين ده رايح في سكه لا مؤاخذه، لا مؤاخذه، ما احنا برضو فاهمين كل حاجه صح هدير. بس هو في حاجه لو سمحت، في حاجه اسمها سوء ظن. يعني في ست دايما بتبقى قاعده ومتربصه لزوجها، خلينا برضو متفقين على ده. عدلوا على الوحده. تخيلوا بقى كميه الـ الطاقه وكميه المجهود اللي انا شفته دلوقتي في الكام دقيقه دول. لو تركزوا في ان انا ازاي اخلي البيت ناجح، لو ركزوا انا ههتم بيه ازاي. يعني هو الحياه من السوشيال ميديا يا جماعه، الحياه مش هترتاح، مش البيت البيت مش هيبقى مرتاح ولا كويس. وهي طول ما بتدور يا هتبقى في حاجتين، يا مستنيه تلاقي غلطه، يا هتفضل مستمره لحد ما تلاقي الغلطه. ممكن وهي مستمره تنسى وتسقط حاجات مهمه جدا عليها في بيتها قدام مع زوجها، تعملها مع اولادها. يعني كميه التركيز ده ممكن يشتت افكارها في مليون حاجه تانية اهم. ان واحده ست تبقى قاعده جنب جوزها والمفروض انه ما فيش اي، يعني كل حاجه مكشوفه في حياتها، وان هي تكتشف ان هو بيكلم حد تاني، ده انعدام ثقه. لو هما كده كده كانوا دايما بيحكوا لبعض كل حاجه، لا ده مش حاصل. هيحكي لها ان هو على علاقه بواحده تانية، لا يروح يقول لها حصل كذا، يشوف رد فعلها، يقيس نسبه. يعني هتتضايق قوي، ممكن لو انا جيت حكيت لها وبقيت صريح معاها هي تعمل ايه؟ ما يمكن هي تبقى متفتحه وتحاول تحل معاها المشكله. ما يمكن هو لو راح قال لها انا حاسس ان انت مقصره في كذا، ليه ما يبقاش في درجة صراحة نكسر الحواجز؟ معلش انا حاسس انك انت بتتكلمي على مجتمع مختلف خالص. ما هو ده المجتمع اللي احنا غايبين عننا. آسف تماما. بعد اذنك. هو في نوع من المرونة او في نوع من تفهم موقف الاخر
لو جوزك او حبيبك او شريك حياتك جه قال لك انا بحب واحده غيرك؟ لا طبعا ما قلتش انا بحب حد، مفيش كده، ولا حتى مصاحبها. انت بتقولي قايم على المصارحه والمكاشفه، واحده جديده في حياته. ما هو لو بيحبها ما كانش حب الاولانيه، لو هو هيحب الثانيه دي. واحده جديده بتعمل ايه؟ واحده جديده بتعمل ايه؟ دخلت امتى؟ نيو وومن دخلت امتى؟ بتعمل ايه؟ ايوه هو اصلا المفروض اللي اتجوز يقفل الباب خلاص. اه يعني بالظبط، بس لكن ما نسمحش الواحده واتنين بقى. ما هو اول ما نحس ان في واحده دخلت توقف عليه كل الموضوع، نحكي على طول. هو الحقيقه اول ما حس ان في واحده دخلت راح للمأذون على طول. لا يبقى ده حاجه تانية خالص، مش كده؟ ايه رايك؟ بيحصل هو بالظبط. في هو مشكله في مجتمعنا ان الراجل من حقه ان هو يعمل كل حاجه، وانا من حقي اقفل موبايلي، هاتي موبايلك اشوف فيه. انا في كذا ست موصياني النهارده ان انا اتكلم عن الموضوع ده، ان هي الستات تقريبا بنسبه كبيره جدا جوزها بيشوف كل السوشيال ميديا بتاعتها، المواقع، الواتساب، موبايلها يتفتح في اي وقت زي ما هي زي ما هو عايز، لكن هي ممنوع تلمس موبايل. اه واعمل اللي يعجبني، وممنوع تساله حتى وراح فين وجه منين وسافر امتى وجه امتى. ماشي، مش ممنوع يعني محظور اللي هو كاتب لها ورقه وماضي عليها. مجرد ما بتتكلم بيحصل مشكله، طب اسيب لك البيت، طب هطلقك، طب هعملك. انا بنصح اي ست بتقف موقف زي ده قولي له باي باي حالا فورا. وفي ولاد طيب فورا إيه؟ لان هو عمره ما هيعرف ان ده قد ايه مؤلم. إيه؟ نصيحه الباي باي دي مش عجباني، لان دي خراب بيوت. ما هو لا باي باي لا تطمني يا حبيبتي. ما نشوف مساحات للصلح. هي دي المرونه اللي احنا كنا عايزينها كلها من شويه. وتعالي نوصي بان يبقى في استشاري علاقات زوجيه وحاجات زي كده، انما باي باي انت جاي تخربي البيت ولا ايه يا ست اسر؟ استشاري العلاقات الزوجيه هيطلب الاتي، هيطلب ان لازم تبقى كتاب مفتوح قدام مراتك. على فكره دي الف ب علاقات زوجيه. يطلب بس نمشي في الخطوه. ماشي، هي الفكره ماشي. انت ما مشيتيش في الخطوه، انت طلبتي. ماشي، اذا انا دلوقتي اكتشفت. طيب هرجع لك بس اخد رايي في موضوع باي باي. انجل، انا من رايي ان انا لو حسيت من رايي لو حسيت عن طريق الصدفه ان زوجي بيخني، ايوه، او حسيت بتغيير، اكيد انا زوجته هحس من غير حتى ما اشوف، من غير ما ادور. الست الذكيه هتعرف ده لوحدها. الواعية لما تكون في واحده تانية واخده منها. تمام. يا اما اكمل معاه او احاول ان انا اعدل السلوك ده، ما عرفتش ما اكملش معاه. ايه اللي يخليني اعيش حياتي اكمل بقيه عمري ان انا اراقب في واحد؟ برافو، مش معقول. انا قالت كلمه كويسه قوي على فكره. برافو. انا برتبط ليه؟ قالت ايه؟ قالت ايه اللي يخليني اعيش حياتي اقعد اراقب في واحد؟ يعني بصراحة انا برتبط ليه اصلا؟ كلام منطقي. وجع الدماغ ده بس هل ينفع لما آسر قالت انه مجرد ما هو طلب انه اللي يسري عليها ما يسريش عليه، يعني طلب بالتميز في العلاقة، تبقى العلاقة باي باي؟ لو ما يناسبنيش يبقى الحل باي باي؟ رأيك يا استاذ احمد في الكلام ده؟ والله انا رأيي طبعا الموضوع لازما من المناهج التعليمية تتغير تماما، نظرة المرأة لازم تتغير في المجتمع من الطفل وهو صغير. يعني احنا عندنا أزمة، حتى الطفل وهو صغير لو مثلا أخته أكبر منه بيتعامل إن هو سيد، لازم تجيب له الأكل، لازم لازم النظرة دي تتغير ككل. لازم يعني المشكلة دي قالتها سعاد حسني من 25 سنة، البنت زي الولد. ده اللي لازم يبقى في المناهج، حتى ديننا كرم المرأة، فلازم المناهج تتغير. احنا عاوزين من الاطفال يطلع اجيال بقى ناضجه عارفه يعني ايه المراه ويعني ايه تعليم. الراجل ده فاتن حمامه في فيلم كان اسمه الباب المفتوح لو تفتكره، كان بطوله فاتن حمامه وصالح سليم. تمام. كان من حوالي 50 سنه. كان في الاجواء بتاعه تقريب المواقف والمساواه بين الرجل والمراه. طبعا مش بس سعاد حسني ب 25 سنه، انما في الواقع انك انت بتصطدم بعادات وبتقاليد وبمجتمع يعني يصعب انك انت تمسك عصاية سحرية وتغير المفاهيم دي ما بين يوم وليلة. وإن كنت أنا ما فقدتش الأمل وأدينا أهو كده. بس مدام دينا لازم أسألك سؤال. لو الأستاذ أحمد يعني قال لك فيسبوك بتاعك والموبايل بتاعك أنا أشوفه، إنما حاجتي ما تشوفيهاش، تقولي له باي باي؟ لا مش حكاية باي باي طبعا. أنا ببص لخطر أولادي بصلهم، بس احنا نتشاور مع بعض. ليه لا؟ ما هو انت طالما كده انت ستريت مفيش مشكله ان انا اشوف الفيسبوك بتاعك. لا انا فاهم، بس هو لو فرض حاجه زي كده باعتبار ان هو هو رجل البيت وبياخد قرارات. تمام. ساعتها رد فعلك يبقى شكله. لا لا مش هتوصل الموضوع باي باي برضو. يعني هيبقى فيه برضو مرونه في الكلام شويه، ونقعد مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه.
في حته كده يعني للعشره يعني باي باي من اولها كده يعني صعب قوي. ايوه هي ما بتبقاش من اولها. حلو انك تفكر. دي بتبقى بعد ما رفض كل الحلول. انت قلتي اول ما يطلب منها كده هقول له باي باي. خلاص انت اتورطتي في التصريح ده. انا اسف. تعالوا نسمع مع بعض حاله لزوجه عندها موضوع خاص بالباسورد او كلمه السر بتاع جوزها على الفيسبوك، وهي مدام ساميه ومعايا دلوقتي على التليفون مباشره. برحب بيكي وبشكرك على المشاركه في برنامج اخر النهار مدام ساميه. مساء الخير استاذ معتز، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. دلوقتي المفروض ان احنا المفروض كان في ثقه متبادله بينا، وهو كان طالب مني الباسوردات بتاعتي وانا كان معايا الباسوردات بتاعته، وبندخل نشوف حاجات بعض عادي. بقالكم قد ايه متجوزين؟ ثلاث سنين. وهو قرر فجاه ان هو يغير كل الباسورد بتاعته، وان هو ما يدينيش الباسورد، وان هو ومعاه الباسوردات بتاعتي، يعني انا ما منعتش عنه حاجه وما خبيتش عنه حاجه، فهو قرر فجاه ان هو يخفي كل حاجه. طب ليه؟ مفيش رد قوي او رد يقنعني بيه. فحصلت مشكله بينا، وفي النهايه اصر ان هو ما يدينيش الباسورد بتاعته. قلت له طب اغير الباسورد بتاعتي انا كمان؟ قال لي لا ممنوع. فاللي هو طب انت بتسمح لنفسك بحاجات ما بتسمحليش بيها ليه؟ فانت اكيد وراك حاجه ان انت مخبي عليا ده، وان انت مغير الباسورد بتاعتك، يبقى انت مخبي حاجه. فحصلت مشكله، واحنا دلوقتي يعني انا سايبه البيت، والمشكله يعني مش عارفه هتتحل ولا مش هتتحل. معلش لو انا سمعت مظبوط يا مدام ساميه، سايبه البيت عشان جوزك غير الباسورد؟ لا، هو الخناقه وصلت ان هو بقى في شك، وان هو مش عايز يبرر لي ليه هو بيعمل كده، او هو بيغير ده ليه، او هو مخبي عني ايه. ف يعني لازم طب بس ما فكرتيش يمكن يبقى عنده شغل مهم ومش عايز حد يتدخل؟ ما فكرتيش ان هو يعني ليه دايما النظرة شغل ايه على الفيسبوك يا استاذ معتز؟ معلش الله اعلم هو في انهي مجال، يعني ممكن اي حاجه. هو مهندس. طب انت لاحظتي عليه امور او اعراض اخرى؟ سوري، هل لاحظتي عليه اعراض تانية او امور او تصرفات تدعو للشك؟ بيتاخر وبيمسك الموبايل كتير، وحاجات انا مش ما كانتش موجوده قبل كده، فكان لازم افهم في ايه اللي بيحصل. يعني جوزك ما بقاش زي الاول؟ لا طبعا. وقرر ان هو يغير الباسورد بالظبط، ورفض يديلك الباسورد الجديده. طب هي سابت البيت واتخانقتي معاه لدرجه انك سبتي البيت؟ بالظبط. طيب تعالي نسمع الاراء في الاستوديو بعد اذنك، خليكي معايا. اسر، ايه رايك في الحاله دي؟ ما هي بتقول مخبي ايه؟ يعني انا دلوقتي انا وصلت لمرحله ان انا مراتي هتسيب البيت وخلاص، تمشي تسيب البيت، وبعدين نرجع نقول اصل الست هي اللي بتخرب البيت. سابت البيت. أيوة. مش لسه هتسيب البيت. ما انا بتكلم، هي سابت البيت لان هو فضلت تطلب منه الباسورد وتحاول ان هو يطمنها لغايه ما سابها مشيت. هدير، طيب هي اوريدي شافت حاجه؟ يعني حصل حاجه فعشان كده انت سبت البيت ومشيتي، ولا مجرد تغيير الباسورد انت مشيتي؟ هو تغيير الباسورد سحبه بعض الاشياء الغريبه اللي ما كانتش موجوده قبل كده. زي ايه؟ طيب زي ايه؟ تخلي واحده الموبايل طول الوقت، بيخرج بره كتير، بيتاخر، يعني مش على قد الشغل بس، هو مواعيد شغله ثابته انا عارفاها. شكله عامل ما بقاش يعني ما بقتش هي الخروجات اللي مش عايزين اللي أنا ناخد موقف ساميه لان هو مش موجود، ولازم يبقى في توازن في الموضوع. يعني ما حاولتيش مثلا ساميه، ما حاولتيش مثلا تساليه انت بتتاخر بره ليه؟ انت ماسك الموبايل طول الوقت بتكلم مين؟ اصحابي. اللي هو ما انت مالك يعني، فما ينفعش يقول لي انت مالك، احنا طرفه في حياه واحده. انتوا لسه متجوزين بقالكم 3 سنين، انتوا مش طايقين بعض كده ليه؟ انتوا اتجوزتوا عن حب ولا عن صالونات؟ لا، جواز حب، كنا مع بعض في الجامعه وتعرفنا على بعض واتجوزنا. قعدتوا تحبوا بعض كام يعني قد ايه قبل الجواز؟ حوالي سنتين. سنتين وثلاث سنين جواز؟ 5 سنين حب. وطول ال5 سنين دول ما عملش اي حاجه تزعلك؟ لا، هو كان لطيف، وكان هو التغيرات دي كلها بقى لها حوالي 6 شهور بس، مش اكتر. طب يعني السوشيال ميديا تخلي الناس تخسر بعض ولا ايه انجل؟ هو ليه وصلني لدرجه ان انا اسيب البيت؟ يعني هو ليه ما يعني الخناقه ليه توصل ان هو لدرجه ان هو عادي يسيب البيت لكن مش هديكي الباسورد؟ طب يجوز اتسرعتي شويه وهو عاند معاكي؟ اكيد لا،
اكيد قعدنا واتكلمنا اكتر من طب ما جاش يصالحك؟ انت قاعده مع مامتك وباباكي دلوقتي؟ اه. طب ما جاش يصالحك؟ لا. المدام غضبانه، روح صالحها يا ابني. معقوله ما انا ما اعرفكش يا زوج السيده ساميه، بس بقول لك يعني يا راجل يا طيب، روح صالح مراتك ورجعها البيت، علشان انتوا عندكم اولاد يا مدام ساميه؟ لا لسه. لسه ان شاء الله ربنا يرزقكم. لما يبقى عندكم اولاد ولما تخلفي متهيألي انت هتبقي مشغوله. أيوة. على الاخر ولا هتيجي في دماغك، هتيجي في دماغك مع ميعاد الرضعه، البامبرز هيتغير امتى، انما الباسورد هيبقى نوع من ال هو الباسورد مش مجرد حكايه باسورد، هو مجرد هو موضوع ثقه، وموضوع الثقه والتغير اللي حصل له موضوع بالزبط. مش مريحك بالظبط. طب ربنا يسهل، بتمنى لك كل توفيق والله، وهنقول ايه، ربنا يسهل ان شاء الله. انجل هي كانت مأمناله جدا، وبعدين الدنيا كانت تمام وماشيه زي الفل، وبعدين هو غير الباسورد وهو نفسه اتغير. هل احنا سامعين القصه بكل تفاصيلها تفتكري، ولا في حاجات واقعه مننا؟ رد فعلي طبيعي جدا ان العلاقه تنهار في الاخر، لان البدايه كانت غلط. ان احنا ندي الباسوردات لبعض ونشوف كل حاجه لبعضينا كده بالطريقه دي، وان انا اراقبك بشكل مستمر وتراقبني بشكل مستمر، ده اللي غلط. خلاص. امتى احس ان جوزي بيخوني؟ من تغير العلاقه معايا. هي بتقول لك متغير، بيسهر بالليل، بيطلع بره، ماشي اوكي، ماسك الموبايل. ماسك الموبايل دي برضو ما اقدرش احكم فيه، احكم فيها قوي. انا ما اعرفش هو بيعمل ايه، ليه اسوء الظن، ليه افترض الشيء السلبي. ما انا ممكن يكون انشغل اكتر، ممكن يكون في معلومه سريه مش عايز يقولها لي. ليه افترض الشيء، او ممكن يكون بيخلص شغل على الموبايل. لا. باعتبار ان الموبايلات دلوقتي بقت سمارت فون، عامله زي التابلت، عامله زي الايفون في الاول والاخر، زي الايباد يعني كده بالظبط. في الاول والاخر انا ببص على المعامله بتاعته معايا. اتغيرت؟ هل هو في شيء غريب بس؟ لكن ايه اللي يخليني اسوء الظن في رساله، قعد شويه زياده، اتكلم مع حد زياده؟ لا، ما انا ضد ده جدا. هي انا اعتقد بس انا زعلان قوي ان هي في الحاله دي. يعني هي اولا الموضوع ما بقالوش، هم عرسان يعتبروا جداد، تمام، 3 سنين، وحصلت مشكله وباسورد مش باسورد، وفي الاخر ادى الامر لانها تسيب البيت وما يروحش حتى يحاول يصالح. انا عايزه اوجه رساله لزوج ساميه، اقول له ان انت لو جربت تعيش مع كل ست في مصر زي ما عشت مع زوجتك، هتكتشف في كل ست عيوب كتيره جدا. يعني الست اللي انت عايش معاها دلوقتي على اعتقاد ساميه زي ما بتقول ان هو عارف ست عليها او بيخونها. لا بس لو جربت ما اكدتش بس يعني هنفترض لو انت عارف واحده عليها متغير بالظبط، انت لو عارف واحده عليها، لو جربت تعيش معاها زي ما عشت مع زوجتك، هتلاقي فيها عيوب زي ما زوجتك فيها عيوب. مفيش انسان كامل، فارضى بالامر الواقع وارجع لزوجتك. زوجتك مش وحشه، لو هي بتحبك هي واضح جدا من المكالمه بتاعتها ان هي شرية قوي. فما فيش ست كامله. واديها الباسورد يا اخي وخلاص. لا ويا دار ما دخلك شر. ما هو اللي عودها من الاول. واعمل اكونت. اعمل اكونت. شكرا شكرا، اخيرا سقفوا. هنرجع نكمل بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته. شكرا. بفكركم بسؤال الحلقه النهارده، يا ترى ليه الزوجه بتراقب جوزها على السوشيال ميديا؟ سمعنا طبعا اراء كتير جدا قبل ما نطلع الفاصل الاعلاني، وضيوفي منوريني والجمهور الموجود في الاستوديو برحب بيهم جميعا. وهروح اعرض اراء بعض الناس اللي احنا تحاورنا معاهم بره الاستوديو بشان سؤال حلقه النهارده. بس قبل ما اروح، معلش، قبل ما اروح عايز اخد راي ضيفتي هدير شعيب في مكالمة مدام سامية. تفضلي. احنا بس هنعمل مقارنة بسيطة بالمكالمة اللي حصلت، واستاذ احمد معانا في الاستوديو. ده راجل وزوج مدام سامية راجل، بس الاتنين مختلفين تماما عن بعض. اذا ان احنا لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، ان مش الرجالة كلهم واحد، مش طبعهم واحد. هي بس النقطة الفارقة في الموضوع ذكاء الست اللي معاها مع الراجل نفسه. يعني مثلا واحدة صورت ان هو غير الباسورد ثابت البيت، لكن استاذ احمد ما عندوش مشكله انه يعرف الباسورد لمراته، بس مش معنى كده انه لما يقول لها لا هي برضو تسيب البيت. في ذكاء تاني ممكن تستخدمه
ان مش الحياه برضو باسورد، ممكن تعرفي مليون حاجه تانية تعرفك اللي انت مش عارفاه جوه الفيسبوك اصلا، يعني ممكن يكون بيعمل مليون حاجه تانية بس بره، لكن انت مركزه في نقطه معينه فخلاص غافله عن اي حاجه تانية، والعكس صحيح، ومش مركزه في بحث المشكله الاساسيه اللي حاصله في العلاقه ما بينك وما بينه بالظبط، بعيدا عن السوشيال ميديا بالظبط. استاذ احمد هاشم بعد اذنك، لو حطيت نفسك مكان اسف زوج مدام ساميه، تمام، تصرفك يبقى ازاي؟ يعني في البدايه انا كان كلامي صريح ان اساس العلاقه الزوجيه الموده والرحمه والمكاشفه والثقه انا دلوقتي عشان فجاه كده غير الباسورد انا بحط نفسي في شك وريبه، فلازم انها تحصل مشكله. وهي فعلا انا اتفق مع الاستاذه في رايها ان في حاجات تانية بدائل كانت الزوجه ممكن تستعين بيها وما توصلش العلاقه انها مثلا تروح بيت اهلها وتسيب البيت، عشان موضوع يعني انا شايفه موضوع تافه، وحتى لو في خيانه انت ما فيش دليل ملموس، اقعدي في البيت لما يبقى معاكي دليل، انما احنا هنخرب البيت عشان لمجرد باسورد، يعني لازم الناس ترتقي. مش مجرد باسورد، هي قالت الناس ترتقي، مش عايزين نكون يعني بناخد صف ضد صف لان احنا ملناش مصلحه، بس هي قالت ان حصل ان شافته متغير، تمام، وشافته ان هو بيقعد يمسك الموبايل، وشافته ان هو 100% على فكره الزوجه مش مدام ساميه لوحدها 100% بتبقى حاسه بتغير. انا ما افتكرش انها بتسيب البيت من اول شعور او اول مشكله بتطرا، والا يا جماعه الزوجه المصريه مش للدرجه دي سطحيه يعني. لا انا من خلال شغلي انا بقول لحضرتك في مشاكل وفي بيوت بتتخرب لاسباب اتفه من كده. زي ايه؟ زي مثلا زوجه راحت بيت اهلها فعشان ترجع يقولوا له امضي على وصل امانه، فالبيت يتخرب عشان يمضي على وصل امانه، كانه راح يشتري ثلاجه او تلفزيون. امضي على وصل امانه؟ على الابيض. يعني يدفع مبلغ؟ لا مش يدفع، يمضي على وصل ضمانا لاستمرار الحياه الزوجيه. طب انت بتدي له لحم ودم، لحمك ودمك، مش يعني وصل امانه والله يضمن ان هو يحافظ عليها؟ وهو وقت اللي عايز يبيع هيقعد يستنى وصل امانه؟ لا في حاجات ادفع يعني من كده، اللي بيبيع بيبيع من غير وصل، يعني ما هوش وسيله للضغط. هو يحس ان في امان حتى. المشاكل ايه النماذج الثانيه؟ في نماذج ثانيه مثلا زوجه ما حصلش حمل في اول سنه جواز فالبيت يتخرب بسبب الاهليه. يعني ما حصلش حمل تحملي يا اما لا يعني في مشكله عندها مثلا، فالضغوط بقى من الاهليه بتزيد، فالموضوع في النهايه بيحصل انفصال. مش معقول للأسف. والله مش معقول. ده بيحصل يعني كتير قوي كتير. قوي الكلام الواحد بيسمعه ده. هي النفسيه فيها حاجه، المنظومه نفسها، المنظومة لا هي باسورد ولا هي بموبايل ولا حاجه، في لو دورنا بجد وسمعنا برضو راي زوج ساميه هتلاقي في حاجه مضايقاها، مضايقه زوج ساميه في ساميه نفسها، اكيد في حاجه. يعني لازم علشان نقيم العلاقه لازم نشوف النفسيه اصلا فيها ايه. تفتكري ايه مشكله ساميه نفسها؟ عايزه تعرف الباسورد. لا وين مضايق فيها ازاي؟ ايه ممكن ان هي عندها حب استطلاع زي طول الوقت خانقاه، الراجل مش بيحب يحس انه مخنوق طول الوقت، ولا الست اللي تاخد عليا وصل امانه دي مثلا وابقى عايش معاها تحت سقف واحد، ده انا هقعد طول الوقت بدور على وصل الامانه. في زيجات عشان اخده في جيبي، في زيجات بتبوظ بسبب القايمه، قايمه المنقولات دي، في زيجات بيحصل انفصال يوم الدخله بسبب القايمه. يوم الدخله احنا عندنا ازمه في التشريع. دي القايمه فيها مشاكل يعني مش احنا نتمنى فوق. ليه كده؟ احنا نتمنى هو في دور النقاط بتاع 15/10 في مناقشه لقانون الاحوال الشخصيه، نتمنى من حضرتك حلقه لقانون الاحوال الشخصيه. لا احنا مش بحكايه تتمنى طبعا على عيني وراسي، بس احنا اشتغلنا عليه كتير وهنشتغل عليه تاني، ولازم ان احنا نخصص حلقه كامله طبعا لدراسه الموضوع ده قبل ما يناقش في البرلمان. طبعا حضرتك عندك حق، تعالوا نشوف راي الدكتوره ميري رمسيس استشاري التربيه والسلوك في موضوع حلقه النهارده. خلينا نقول ان كل ما كان الزوج والزوجه قريبين من بعض وفي ثقه ما بينهم، مش هنقول تسلط بقى، هنقول متابعه. ما ينفعش ابدا ان يبقى جوزي عنده فيسبوك وانا على القليله مش بشوف البروفايل بتاعه كل يوم بيعمل ايه، اصدقائه مين. مش فكره ان انا براقب، لكن ببقى عارفه على القليله الدنيا شكلها ايه معايا. الزوجه اللي بتتصنف على زوجها هي اكيد في الاول وفي الاخر ما عندهاش ثقه في نفسها، حد طول الوقت شكاك، هي نفسها
ممكن تكون بتعمل حاجة غلط فبتسقطها على زوجها. مش كل حاجة ينفع ان انا اطلع عليها، وخصوصا ان الزوجة اللي بتبحث او بتتنصت على الاسرار بتاع جوزها، اعتقد ان في قدر من الخصوصية فيما يختص بالشغل وعلاقاته مع الاخرين. لكن انا بشوف ان الزوج والزوجة مراية لبعض، ما ينفعش ابدا. من ساعة ما انا اتجوزت جوزي المفروض ان هو عارف عني كل حاجة وانا عارفة عنه كل حاجة. الفكرة ان انا عايزة اطلع هقول له ينفع ان انا اطلع، لكن من وراه صعب قوي، كاني براقب شخص غير موثوق فيه. وفي الاول وفي الاخر الشخص اللي بيعمل غلط هو مش بيعمل غلط ضد الزوجة، بيعمل غلط ضد علاقته بربنا. يعني انا لو خنت مراتي بخون ربنا، ما بخونش مراتي على فكرة. الصح صح قدام ربنا والغلط برضو غلط قدام ربنا. كلام مهم جدا قالته الدكتورة ميري رمسيس استشاري التربية والسلوك. هعرف رأي ضيوفي في الاستوديو، هبدأ مع الأستاذة أنجل جمال. بصراحة بحييها، وياريت كل الدكاترة الاستشارية يكونوا زيها. قالت ان المفروض يكون في قدر من الخصوصية، وقالت اني بصراحة وحشة قوي ان انا اقول له وريني. يعني ممكن استأذن منه الاول، لكن اقتحم خصوصياته واكون شكاكة وراقبه طول الوقت، ده مش حلو. فده متفقة معاها في الرأي جدا، وده اللي انا قلته في بداية الحلقة. تمام. فبحييها وياريت كل الدكاترة زيها. تمام، كلام مهم قوي. أستاذة آسر تفضل. أنا برضو شايفة أن الواحدة ما بتتجوزش بتبقى هي مقررة أن هي تراقب جوزها، إلا إذا كانت مريضة فعلا عندها بقى تروح تتعالج من وسواس قهري بقى، ولا وسواس الشك، ولا أي حاجة. بس هو بيبقى حصل حاجة أخلت بالثقة دي، فهي بتطلب أن طب أنا الأغلى بقى ولا الحاجات التانية دي. يعني هل انت هتديني الباسورد ولا تضحي بحياتنا الزوجيه علشان مجرد يعني انك انت عايز تهاف فن؟ يعني تو هاف فن، لان اي راجل بيعرف ست على مراته وبيهاف فن، وهو ما يهافش فن ليه مع مراته؟ عشان المجتمع بيفهمه ان هو يعني ممكن يهاف فن مع اي حد، وهي تفضل قاعده في البيت تربي العيال وتاخد بالها من المذاكره والحاجات دي لغايه ما هو يعني ايه. وانا مالي مال المجتمع، ما تفهمه هي ان تعالى لي يا حبيبي وانا اديك فن. بس كده بديك، ما هي متجوزه عشان تديني فن اصلا. الله، هو انت تقعدي تقولي المجتمع مال دورها ايه هي كزوجه؟ ماشي، هي بتدي له فن، بس هو مش كفايه عليه طماع، عايز فن من حد تاني. هو عايز فن فن، عايز ينوع يعني. عايز ينوع. قلتي لي بقى الرجاله دول عليهم حاجات غريبه. والله استاذ هدير، فن فن. في نقطتين الدكتور قالتهم مهمين جدا. اول نقطه ان الزوج والزوجه مرايه لبعضهم، يعني صحيح. اول ما انا اغلط، اول ما انا اغفل عن حاجه كان بيحبها وبطلت اعملها بظروف الحياه، بان انا عندي ولد اتنين تلاته انشغلت فيهم، هو يعني يحاول يقول لي بلطافه انت كنتي بتعملي كده زمان، دلوقتي ما كنتيش بتعملي كده. هي كمان تقول له على فكره كان بيعجبني فيك قوي لما كنا مخطوبين وكنا بنعمل كذا، دلوقتي الموضوع ده غايب. نجدد دايما الطاقه الكويسه بينا، نجدد دايما الحياه، نفتكر حاجات كنا بنعملها مع بعض سعيده، نجدد المرايه بقى مثلا، يجيب لها شوكولاته، يبقى في يعني مصارحه كده لطيفه، يبقى في استسلام كده، عارف في انتي مش عاجبك موضوع الشوكولاته؟ معترضه. الشوكولاته بتتخن والورد بيترمي، يا ريت يجيب حاجه يعني. بص خلاص، هاتي مدام آسر هتلاقي كيلو كباب. نظره سلبيه بس، لانه فعلا يرم عظمها كده. وفي حاجه لا، لازم دايما يبقى عندنا نظره، انا اتمنى ان يعني ننشرها من خلال ان احنا قاعدين هنا ليه؟ علشان اي زوجه وزوج دلوقتي شايفيني متخاصمين مثلا، على طول ايه اللي انت كنت بتحبيه زمان واعملهولك؟ ايه اللي انت كنت بتطيري بالفرحه وبشوفك زي البنوته الصغيره، والعكس تماما، ايه اللي انت كنت بتعمليهوله كان يجي طاير من الفرحه؟ يا جماعه الزوج والزوجه مش خناقه، احنا عاملين مشاركه، عاملين حياه، لازم نحافظ عليها، نحارب علشان يعني ناخد كميه الطاقه اللي احنا بنبذلها في ان احنا نراقب بعض، في ان احنا نحب بعض. لازم اسقف على الكلام ده. برافو، كلام جميل جدا وطاقه ايجابيه جدا. شكرك. تعالوا برضو في اطار مناقشتنا اللي مساله ليه الزوجه مصره على انها تتدخل وتدخل جوه صفحه الفيسبوك لجوزها، تعالوا نشوف حاله او نموذج تاني، وهي مدام سحر. يا ريت، هي عندها طبعا مشكله بسبب مساله الباسورد تحكيها لنا. برحب بيكي مدام سحر، وبقول لك مساء الخير. مساء. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يا ريت حضرتك تقولي لنا
طبيعة المشكلة ايه؟ بص حضرتك، هو انا اولا انا وجوزي يعني متجوزين عن حب، وقصة حب كبيرة، واخر حاجة في حياتي كنت اتخيل ان انا ممكن اراقب الواتس او الفيس بتاع جوزي، لان هو نفسه مديني الباسورد بتاع الموبايل بتاع البيت بتاع الايميل بتاع كل حاجة، كل الباسوردات بتاعتي عنده والباسوردات بتاعته عندي. فاللي هو احنا بينا ثقة يعني لأبعد الحدود. تمام. وبعدين وبيننا قصة حب حلوة، فجأة بدأت أحس إن في حاجة، في تغيير. إيه هو؟ أولاد؟ مش قادرة أفهمه. نعم؟ في أولاد؟ آه في أولاد، بس ده ما أثرش في علاقتنا إحنا، إحنا بيننا وبين بعض يعني ده ما أثرش الحمد لله. وعلاقتنا لأبعد الحدود يعني بنسبة كبيرة جدا كويسة. تمام. فجأة بدأت أحس إن هو بيتأخر. ايه الاخبار؟ ليه بتتاخر؟ عندي شغل. طب يا حبيبي ماشي مفيش مشكله. شويه ابص الاقيه ماسك مركز مع الموبايل قوي. طب يا حبيبي ما انت كنت الاول لما بتقعد في البيت مالكش دعوه بالموبايل، بنقعد مع بعض بنركز مع بعض. طب يعني احنا قاعدين مع بعض. يقول لي طب يا حبيبتي بس بخلص حاجه، اصل جاي لي ايميل، اصل جاي لي كذا. فبدا يتحجج حاجه غريبه كده، فقلت ابعد يا شطار. ابعد يا شطان. بعد كده قلتي ايه؟ طب ممكن نرجع نكلم مدام سحر، لانها لغايه دلوقتي يعني ايه، احنا عرفنا نص الموضوع ولسه ما دخلناش بقى في الواضح ان في منحنى درامي حصل. يعني هي حب وكل حاجه زي الفل وفي ولاد ومش واخده اخوانا، والباسورد بتاعته وبتاعتها عند بعض، وما فكرتش ابدا ان هي تدور وراه. الا اذا بقى حصل حاجه خلتها تفكر. لو في مشكله عند الرجاله المصريين برضه بعد ما الست بتخلف بيعتبرها مامته ويدور على واحده يحبها. عايز اقول لكم على حاجه، انا في احصائيه مامته ايه مالها؟ بقول لك الراجل المصري الشرقي بعد ما مراته بتخلف بيعتبرها بقت ماما، فبقت مقدسه، ويروح يدور على ست صاحبها او يتجوزها او تبقى حبيبه. ما بيعرفش يحط الماما في نفس المكان اللي بتبقى فيه الحبيبه او العشيقه او الزوجه. مش كل الرجاله بتكلم على اغلبيه الشرقيين، وانا ست يعني في مجال ده من زمان، وبسمع قصص تشيب من الستات. طب وهي الست بعد ما بتخلف الست بتتعامل بطريقه مختلفه خالص قبل ما قبل ما وهي تخلف. بعد ما بتخلف ايه اللي بيحصل فيها يعني؟ بتبقى ماما. لما فاهم وليه ما تبقاش ماما وزوجة ماما بقى مقدسة وحلوة وكله؟ ما ينفعش ماما ايه؟ اشمعنى يعني احنا عندنا يعني الست بس بتبقى ماما؟ ما في كل انحاء العالم بتبقى ماما وبيفضلوا يحبوا بعض. في مشكلة. لا لا يعني بس مشكلة. هو بيحبها. مشكلة مين؟ لا انا شايفك بتديني الرجل. طب والست؟ لا انا مش بدين الرجل، اللي بدين المجتمع كله لنظرته للمرأة، ان الست هي بس مهمتها ان هي تخلف تربي العيال. طيب وراجل هي يعمل اللي يعجبه. هي اديت له فرصة لكده. طيب هرجع لك تاني لحسن مدام سحر رجعت لي، وكان في مشكلة في الاتصال التليفوني، وقفنا عند ابعد يا شطان، صح يا مدام سحر؟ قلتي لنفسك مفيش داعي الشيطان يدخل. بالظبط. وبعدين انا ما كنتش اعرف حكاية ان انا راقب الشيطان. مش عايز المكالمة تكمل على فكرة. لا هو في ايه؟ لا حضرتك سامعني؟ انا سامعك، بس هل ينفع الكلام بقى اللي بنقوله في المكالمات، ينفع تقفي مكان في مكان فيه شبكة؟ كده كويس؟ كده كويس؟ لا. طب بقول لك ايه؟ بسرعة كده قولي ايه اللي حصل في جملة واحدة. قولي الاكشن على طول. انا حصل ايه؟ يعني كلام عادي حصل، كلام بيني وبينه اللي هو بشد، مش بكلم معاه بس اللي هو برضه ممكن تجيب لي الموبايل ده وبشده من ايده، اللي هو على جنب خليني قاعدين مع لا ما مش قادر. حد فاهم في حد؟ لا لا مش سامع حاجه خالص. طيب في احصائيه لما اطلعت عليها الحقيقه اتضايقت جدا. الاحصائيه دي صادره عن ايه، التعبئة والإحصاء ولا صدر عن مين؟ هتنزل طيب على الهوا؟ طيب 40,000 قضية طلاق في سنة واحدة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الخيانة، بسبب التواصل الاجتماعي خيانة. وساعات ما بتكونش في بسبب الخيانة. ناخد رأي أنجل، هرجع لك.
بتبقى بسبب امور تافهه ساعات. يعني مثلا انا قررت اخد الباسورد بتاع جوزي، ممكن اقعد اجهد تفكيري طول الوقت واجيب محادثات قديمه من قبل ما ارتبط بي، من قبل ما يرتبط بيا، بينه وما بين بنات ممكن يكون ما فيش اي حاجه من بعد ما ارتبط بي. انا 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 بس مهتم ان انا اقول ان الاحصائيه ما سببتش الاسباب اللي دعت هذه الحالات انها تحدث، انما هي قالت بسبب السوشيال ميديا، عشان فأيا كانت خيانه او انشغال الزوجة، عشان السوشيال ميديا نمبر 1 عندنا. كويس، بس ايا كانت اسر مش شرط الخيانه، في امور السوشيال ميديا بالنسبه لي بتعتبر ان هي زي النادي بتاع زمان، منطقه للتعارف. فانت تواجدت في المنطقه دي، المفروض انك انت اللي تعصم نفسك، انت اللي متجوز. انا اتعرفت على 10 ستات من السوشيال ميديا، انا فاتح الباب ليه ادام انا متجوز؟ او الست برضو، ما هو برضو الستات بتجيلها معاكسات وتحرشات وحاجات قد كده من السوشيال ميديا يعني. طب خلاص، ده يعني بتهيالي ان لما راجل بيعمل مجهود مثلا مع 10 يتعرف عليهم من السوشيال ميديا، الست بتبقى جاي عندها في الانبوكس بتاعها 100 رساله من ناس عايزه تتعرف. بس يعني اذا انا القرار بتاعي، انا القرار بتاعي انا اذا كنت اتعرف على واحد وعلى واحده في القهوه او في السوشيال ميديا او في النادي او في اي حته، اللي عايز يخون بيخون، ما لهوش علاقه فين. يعني السوشيال ميديا مش هي المتهم. السوشيال ميديا بالمناسبه، السوشيال ميديا هي بس وقت يعني ما تاسست وخرجت الى الوجود كانت بهدف تسهيل حياه الناس وتسهيل التواصل ما بين الناس، وتشوفي مين اللي كان معاكي في المدرسه زمان وتعملي لم شمل وتجمع، مش تخرب البيوت. معايا رجعت تاني سحر، مش هنسيبك يا سحر، احنا وراكي وراكي. فمعلش اعذرينا. انت قلتي لي، انت قلتي لي ان العلاقه كانت كويسه وكانت علاقه قايمه على الحب، وان انتوا عندكم اولاد. الزواج كان كام سنه؟ ست سنين. الى ان ابتدى الشيطان يتدخل، ازاي بقى؟ لا، هو الشيطان ما تدخلش، انا لقيته ماسك الموبايل، طب اهزر معاه، طب اقول له يا حبيبي هات الموبايل ده واقعد معايا ركز معايا، لقيته زقني يعني شبه ضربني، وده رد فعل غريب مش متعوده عليه معاه. فجتني صدمه، من امتى انت ايدك ممكن تمد عليا؟ ف هل قبل كده كان في ضربه قبل كده ولا كنت؟ لا خالص خالص خالص، احنا علاقتنا مبنيه على الاحترام والادب وكل حاجه، واحترام الخصوصيه. يعني انا نفسي معايا الباسورد بتاع، عمري في حياتي ما فكرت ان انا لا افتش وراه ولا ادور ولا هو كمان، يعني حرام يعني ما اقدرش اكذب يعني. بس جيت قلت له، هي وصلت للدرجه دي، ايه المهم في التليفون اللي يخليك تعمل معايا انا كده يعني؟ فاعتذر طبعا وانا اسف وحقيقي عليا، اصل كنت مركز، اصل مش عارف ايه، طبعا كل الكلام ده ما دخلش دماغي خالص. فالمهم دخلت اوضتي وماسكه انا الفيس وعلى الموبايل وعماله بتفرج على الفيس كده، فكان في جروب سيدات كده، فمكتوب كيف تراقبي الواتس بتاع جوزك. كيف كيف تراقبي الواتساب بتاع جوزك؟ ايوه، على الجروب، هو الجروب على الجروب بيبحث هذه القضية الهامة. فأنا دخلت قريت البوست اللي مكتوب، فاللي هو ايه ده، طب ازاي مش ازاي. فالمهم فهمت الطريقة ورحت عملت كده وهو نايم، ورحت نقل يعني عملت اللي هو الباركود بتاع الواتس ده، وعملته زي ما نفس الطريقة اللي هم قالوا عليها أنا عملتها. وقررت اشوف فيه ايه هو بيعمله. وعايزه اقول لك ان انا يمكن كنت وقتها بحتقر نفسي جدا ان انا بعمل كده، بس انا حسيت ان في حاجه مش مظبوطه، وانا يعني بقيت عماله ادعي ربنا اقول يا رب ما يطلع حاجه وحشه، يا رب ما يطلع حاجه وحشه. بس الكارثه ان انا اكتشفت ان هو بيكلم صاحبتي المتجوزه، وبينهم إيه علاقه حب كمان. صاحبتك ومتجوزه؟ آه. وصاحبتك يعني رفيقه عمر ولا مجرد معرفه؟ لا لا لا، هي جاره، بس احنا عارفين من ايام ما كنا بنظبط شقتنا يعني 10 سنين، يعني 6 سنين جواز، وكان قبل منها سنتين بنظبط البيت والكلام ده كله. فكانت هي القريبه، بحيث ان احنا لما بنحتاج حاجه، في ناقصنا حاجه، ممكن حد من عندها يبعت يجيب يعمل، تفهمني؟ اللي هي الجيره المصريه يعني. فتقريبا نعرف بعد من 8 سنين. طب والرسائل يعني طبيعتها ايه؟ يعني في صداقه حب ولا اكتر؟ حب. لا 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 لا، حب يعني، اللي هو يعني من ضمن الكلام اللي هو كاتبه بيقول لها، انا طبعا ده كذب طبعا، بيقول لها انا نفسي اطلقها بس للاسف الشقه باسمها وكل حاجه مكتوبه باسمها. ايه ده؟ يعني ده من ضمن الكذب يعني. فن ايه دي متجوزه يا ستي؟ ما هي فن برضه. جارتهم متجوزه؟ لا ده مش فن، متاسف. امال ده ايه؟ ده مش فن.
لا لا سميه انت ايه؟ لا يعني لو صحت هذه الروايه دي خيانه وشيء يعني طبعا يدعو الى الاشمئزاز. طيب انا اسف مضطر اقول، انما اتفضلي كملي وبعدين. هو ما فيش، انا لما عرفت كده فبدات ان انا اخد سكرينات للواتس بتاعه، واللي هو هيجي في يوم هواجهه، ففضلت مراقباه حوالي اسبوعين اللي هو بكذب نفسي لا 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 لا، اكتشفت ان هم بيتقابلوا في مكان معين. فوصلت ان الخيانه مش خيانه مجرد كلام واتس، يعني ده خيانه اكبر كمان يعني. بس فخدت موقف ومشيت وسبت البيت ورفعت عليه قضيه خلع، وبعت لزوج جارتي دي او صاحبتي، رحت بعت له السكرين طلقها. و بعتي الجزء يعني لجوز صاحبتك؟ طبعا طبعا. وبعدين طبعا هو راجل مظلوم زيه زي انا، اتكميت في راجل اديته عمري واديته حبي واديته حياتي، وربنا اللي يعلم انا كنت معاه ازاي، وهو نفسه بيقول للدنيا كلها ان انا احسن ست في الدنيا. لما انا اكون معاك كده وانت في الاخر تخوني مع واحده ليه؟ طب يعني انا بسمع ان الستات بيقولوا لما الستات بتاثر، لما الستات كده، انا واحده باجي اقول لك يوم ما اثر قول لي انت اثرتي، يوم ما انا ابقى اتعامل معاك بطريقه مش كويسه اودي لاولادي اهتمام زياده عنك نبهني، وبتعمل ده مع ان عمره ما حصلت الا بسيط جدا، بس انا ما قصرتش معاك في حاجه وانا بعشق تراب رجليك، لما تيجي انت في الاخر تعمل معايا كده يبقى انت ما تستاهلش. كان رد فعله ايه؟ طب ما قبل ما تاخدي الكود بتاع الواتساب ما شفتيش اي رسائل على الموبايل ممكن كانت بيمسح او البول؟ طب دلوقتي وضع الجاره دي ايه مع جوزها؟ هي اتطلقت، جوزها طلقها. جوزها طلقها وجوزك اتجوزها؟ لا مش عايز اتجوزها. ايه ده؟ ده فيتك قوي. يعني هو انت كنت جوزك ممكن تكونيني انا مراتي برقبة. يعني برضو ما اتجوزهاش؟ لا ما يعني بس. طب هو لو ما اتجوزهاش يا سحر، يعني انا اسف في السؤال يعني، بس عشان العيله والاولاد، يعني ليه ما تحاوليش ان انت تلمي الشمل وتعتبري ان هو مر بنزوه؟ ماشي. بص حضرتك هقول لك على حاجه، هي الخيانه، انا عايز اعرف خيانه راجل بيكون ست وست بتكون راجل، الخيانه او مشاعر الخيانه بتبقى عند الراجل زي ما عند الست على فكره، هو مش موضوع ان الراجل هو اللي بيخاف على عرضه وشرفه والست لا. انا واحد اديته كل حاجه في حياتي، انا واحد كان هو بالنسبه لي يعني الدنيا كلها في كوم هو في كوم تاني، في الاخر انا لقيتك مش مديني حقي ابسط حقوقي انك انت تحافظ عليا، انت ما حافظتش عليا. طب انا ليه اديك حياتي؟ ليه اديك دنيتي؟ فانت ما عندكيش يعني لا طبعا استعداد انك تسامحيه يعني؟ استحاله طبعا، استحاله ان انا سامح. انا بتمنى لك كل توفيق وكل خير، وبشكرك جدا على المداخله ولو انها فيها شيء من القسوه الحقيقه. شكرا مدام سحر، نحيي مدام سحر يا جماعه. هدير، في احنا اتأثرنا كلنا على فكره، في ثلاث امثله في القصه بتاعت سحر. سحر قويه جدا ان هي قدرت تحكي وقدرت تتمسك اصلا وهي بتحكي الموضوع ده. بس القصه بتاعت سحر يثبت لك ان مش دايما الراجل صح ومش دايما الست صح. القصه دي تثبت لنا ان مش كل الشخصيات نقدر نقول لها باي، ومش كل الشخصيات نقدر نتابعها. يعني لازم احنا نتعلم من راي آسر وراي انجل. ان احنا حسب الموقف يعني يتطلب مننا ساعات ان احنا نراقب، بس حسب الشخص انت فعلا مدين ولا لا، ولا انا لو راقبتك هتفضل دايما محط اتهام قدامي وانت ما بتعملش حاجه. فانا بقول لاي حد سامعني دلوقتي، شوفي واحكمي بقلبك، استفتي قلبك دائما. آسر بعد اذنك، موضوع سحر المشكله شايفاها طبعا المشكله في الخيانه، بس هل بسبب ان هي كانت بتحبه قوي وكانت عامله ايداله صوابعها على عشرة شمع زي ما بيقولوا، ولا ان دي جارتها اللي بتثق فيها وعشره وفي معاملات وصداقه وطبعا يعني في طبعا ما بينهم طبعا فعل الخيانه ود وكده، ولا يعني ايه المشكله في مساله وانها ست متجوزه كمان الجاره اللي جوزها طلقها؟
عايز اعرف بالنسبه لك. هو انا بالنسبه لي اصلا الموضوع كله الخيانه في حد ذاتها مؤلمه جدا، تمام؟ الفكره ان هي بتبقى مغلفه بكذب، بيبقى حط عينه في عينك وقال لك، قال لها كذب، بيبقى يعني اصبح الموضوع غش، خداع، نوع من التآمر عليها مع ان انا يعني شايفه طلباتك و و الى اخره. ماساه مؤلم، مؤلم الم رهيب يعني. يعني انا متخيله وحاسه بيها تماما. بس انا برضو بقول اذا هو طلب السماح وتعلم حاجه مفيش داي نخرب البيت خالص. يعني انا لما كنت بقول باي 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 للراجل اللي مش عايز يحاول يصلح، يعني انا شايفه مثلا حاجه اتسرقت في هنا في الاستوديو، بقول هنتفتش، اللي هيقف ويقول لا ما انا حدش يجي جنبي هو الحرامي طبعا. يعني انت يعني انت مع ان يبقى فيه فرصه تانية وان الست تسامح وتلم الشمل علشان البيت ما يتخربش؟ لان انا اصلا لما بتطلق بسبب الخيانه انا بتطلق بسبب حب مش بسبب كره. الحاله الوحيده اللي ما بينفعش ترجع لست لجوزها لما بتكون كارهه، لكن انا بطلع عشان غيرانة عليه، عشان بحبه، عشان زعلانة منه، ده انا بحبه. بس كل شوية انا بحبه، عشان كده بقول لها يا سحر ادي فرصة لنفسك، انت ما دام هي اتألمت لهذا الحد يبقى هي بتحبه. بس بشرط ان هو كمان يبقى عنده استعداد، لان هو لو هو بيقدم هو لو هو بيقدم وعنده رغبة في يعني ندمان وبيحاول. قصة غريبة اذا مش هيحاول يبقى باي باي. واللي لفت نظري على فكرة بالمناسبة ان الموضوع مقرب قوي من مسلسل نيلي كريم. قصة متكررة على فكرة كريم. يعني بسمعها في اليوم اللي هو على سعر يعني ودخلت وعملت نفس الخطوات وتعلمت ازاي تدخل على الواتساب بتاع جوزها واكتشفت العلاقة. يعني هي دخلت في مشروع تصنت على الزوج لكشف الخيانة، واخد بالك؟ لكشف الخيانة. يعني اذا هي الزوجة ما بتتجوزش جوزها وناوية تتصنت عليه. بتحصل حاجة توغوشها، والست مش عندها حاسة سادسة، عندها حاسة سبعة وثمانة وعشرة. أنجل هسأل سؤال معرفش إذا كان ينفع، يعني تفتكري الصدمة لأنها صاحبتها وجارتها، ولا الصدمة لمجرد لو واحدة غريبة كان ممكن تبقى أخف على الزوجة؟ يعني أنا حاولت أركز في المكالمة بتاعتها عشان أفهم شخصيتها. واضح إن الست ما كانتش بتراقبه واستحقرت نفسها، كانت بتقول قالت كده وأنا براقبه، وعرفت الخيانة عن طريق الصدفة كما ذكرت، ضربها وقالت انه كان شيء غريب عليها. قررت الست الانفصال والانبعاد لانه حست بالمبايعه، وقالت ان انا مع طريقه كلام من طريق كلامها ان هي مش حبت ان هي تراقب طول الوقت، وكانت قويه وانفصلت. اللي بدينها فيه ان هي عملت صاحبتها بنفس السلاح اللي هي عملتها بيه، بنفس الاخلاق بتاعتها، بعتت لجوزها. وده اسلوب غير اخلاقي. المفروض ان هي تكون عندك اخلاقيه مع اي شخص. ليه؟ سواء مع زوجك. بني ادمه. لا ما انت لو هتبصي على الاخلاق بني ادمه. بس ده سلوك الانسان المجروح. سلوك انسان. تمام. انتقام برضه. انا بحب النهايه، بحب النهايه تكون اخلاقيه مع اي شخص. انت عايز الانسان يفضل ملاك لاخر. لا مش ملاك. بس انا هستفيد ايه لما اخرب بيتها هي كمان؟ انا بيتي اتخرب خلاص، استفيد ايه؟ هي خربت بيته وبيتها. تمام. ليه العين بالعين والسن بالسن؟ انا برضه طب تعالى نناقش موضوع مهم جدا، بما اننا معانا الاستاذ احمد هاشم المحامي. الرسائل بتاعت الواتساب اللي هي الزوجه عرفت تحصل عليها، ده دليل يعني قدام القاضي يديها الحق في انها تتطلق؟ يتاخد بدليل كضرر. كطلاق في الضرر يتاخد بدليل ما فيهوش اي ازمه. ولا المحكمه ممكن تقول لها ان انت اتجسستي عليه او اتصنتي عليه بلا اذن؟ لا ليه مشروعيه. لا ليه مشروعيه امام القاضي؟ ليه قانونيه؟ مفيش في قضايا. ده اللي انا عماله بحاول يعني افهمه. يعني ممكن تاخد طلاق للضرر من غير خلع. تاخد طلاق للضرر من غير خلع، ولو في يعني وتاخد حقوقها. وتاخد حقوقها في قضايا زنا بتقام بتصوير فيديوهات. قضايا زنا بالشرط الدليل متحصل بطريقه غير مشروعه، بس يتاخد بيه كدليل ادانه. لانه طيب بس تعالوا. في حاجه في المكالمه. طب اتفضل يا استاذ. انا استسمحك فيها طبعا. احنا طبعا من بدايه الحلقه انا شايف الضيوف محمله على الراجل. احنا المكالمه فيها راجل خائن وفيها زوجه برضو خائنه، تمام؟ فاحنا بنتكلم من بدايه الحلقه ان الوسطيه كويسه، يعني ولا الزوجه تهمل خالص ولا تبص ولا تراقب جوزها، ولا انها تبقى عندها حب الفضول والغيره الزائده، فبالتالي برضه هيحصل خراب. الوسط حلو. الخيانه لما بتحدث من طرف واحد ولا بيبقى فيه طرفين؟
في طرفين طبعا، والطرفين واحد واحد راجل والتانية ست. لا انا بتكلم التحامل ليس على الرجل، بالعكس، ما هي الست دي قالت لك ان خانها مع جارتها. أيوة. وهي راحت ورد الزوج المخدوع ايه اللي حصل، والست اتطلقت، وكمان الراجل الزوج الخائن ما اتجوزش جارتها. ايوه، ما يعني موضوع درامي جدا جدا الحقيقه. يعني تعالوا نشوف راي الكاتب الصحفي محمود الضبع في سؤال حلقه النهارده، ليه الزوجة بتحاول تتدخل أو تراقب صفحة جوزها على السوشيال ميديا؟ هي الفكرة مش في إن هو حقها ولا مش حقها، هي المفروض لازم يبقى عندها ثقة في جوزها. فكرة إن هي الست يوصلها مسألة إن هي بدأت تشك فيه أو إن هي عايزة تدور وراه في الموبايل، في الفيسبوك، في غيره، فبالتالي مش هتهدى غير لما تجلب الدنيا جحيم وتجلبها نكد. لان في 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 البدايه الموضوع لو ما كانش فيه ثقه، العلاقه دي ما كانش فيها ثقه، فالعلاقه دي عمرها ما هتكون مستقيمه، لان الموضوع ده هيوصل معاها لمرحله مرضيه مش هتخلص، ما هيبقاش معاها غير المشاكل والنكد في البيت، وممكن في لحظه يوصل للطلاق. ولكن هي المساله محتاجه ان انت يعني توصلي لمرحله ان لازم تبقي متمسكه بالسلام النفسي والاجتماعي اللي بيحيط باسرتك. انت في الاول وفي الاخر زوجك، يعني لما ان شاء الله يتورط ويقع ويتكشف اكيد هيبقى في كلام، لكن هنبقى المساله مضيعين الوقت في الجري ورا الشكوك، ويبقى دليلك الاساسي او الواعظ الاساسي ليكي مجرد شك يخليك تقعد شهر وشهرين وثلاثة كل تفكيرك ان انت ازاي توصلي للباسورد بتاع الفيسبوك، او ان انت تعرفي قائمة اللي متسجلين عنده على الموبايل. نهايتها الاساسية ان الستات لازم تبقى عاجلة اكتر من كده، يعني ما تبقاش كل تحركاتها وكل الجحيم والحريقة اللي تعملها في البيت على مجرد ان هي شاكة فيه، او ان هي ما عرفتش توصل لاي حاجة من الموبايل بتاعه. شكرا للكاتب الصحفي محمود الضبع، لفت نظري من ضمن الكلام اللي قاله ان الست اللي هتدخل على حساب جوزها على الفيسبوك او على السوشيال ميديا او اللي بتحاول تحصل على الباسورد محتاجه دكتور نفساني. بتبصيلي هدير؟ لا، هو مش لدرجة ان هي محتاجة لدكتور نفساني. طب ما ممكن نقول برضو الراجل اللي بيخون محتاج دكتور نفساني. ما هو لو احنا هنبص ان احنا كلنا مرضى نفسيين، كلنا مرضى نفسيين، كلنا عندنا اخطاء، كلنا مش ملايكة. ولكن احنا مين اللي عايز يشتغل على نفسه علشان يرضي التاني ويعيش حياة كويسة؟ هنقدر نسامح؟ هنقدر يعني نحط في دماغنا ان انا انسان ولازم اسامح؟ انا مش ربنا، ممكن اغلط، بس الطرف التاني في مرونه في التعامل زي ما قلنا في اول الحلقه. لازم يكون في مرونه، لازم نعدي. علشان ايه؟ علشان في اطفال، في بيت، في احلام عايزين نحققها، في حاجات كتير. صح كده؟ هي الست بالمناسبه عندها القوه والصلابه اكتر من الراجل انها تسامح لما 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 تحدث معاها الخيانه، اكتر من الراجل كمان. طب وطبيعه العلاقه بعد كده في المستقبل تبقى ايه؟ هقول لك، هي حاجه من الاثنين. لو مثلا سحر اللي لسه متصله من شويه، زي ما كانوا بيقولوا دلوقتي عايزينها تسامح، لو هتقدر تسامح بس مش كل شويه تقول له فاكر لما سامحتك، فاكر لما عملت دي، كده الحياه هتتقلب جحيم. لكن لو انا قدرت اسامح وما ارجعش للنقطه تاني، خلاص نقطه من اول السطر ومش هنرجع لها تاني وهنكمل، دي تفرق تماما. تطوى الصفحه الى الابد، والا ندخل كل شويه في مسائل يبقى بلاش، يبقى خلاص هو نفسه مش هيفقد حته الرجوله اللي بالنسبه له طفل قاعد قدام مامته مش قدام زوجته. اوكي، اسف. اوكي، انا بالنسبه لي بقول ان طبعا فعل الخيانه سيء في كل الاحوال، سواء الراجل بيرتكبه او الست. وانا برجع واقول ان مفيش واحده بتدور او راجل حتى بيدور الا لو شك، يعني الا لو شك في حاجه.
اما بالنسبه لكلام الاستاذ محمود الضبع مهم جدا لكلام الاستاذ محمود بيقول لك ان الست المفروض تبقى مريضه نفسيا لو دورت لا يعني تتجاهل الموضوع علشان تحافظ على استمراريه البيت. ايه الموضوع بالظبط اللي عايز يعني تتجاهل انه خانها لا ما ولا تتجاهل ان هي تدور اصلا ايه ما هي ما قالش خيانه ما احنا قلنا قال لك ما تدورش وراه هو متخيل ان هي بتدور وراه علشان هي يعني عندها مرض نفسي يعني الحقيقه دايما الست بتدور ورا الراجل عشان شكت فيه وهي بتدور وراه عشان تطمن نفسها ان مفيش حاجه مش عشان تقفشه مفيش ست نفسها ان جوزها يخونها هي بتدور وتقول يا رب يطلع كل اللي بدور عليه غلط بس الست بطبيعتها غيوره صح ايه الست غيوره شويه يعني الغيره ساعات بتبقى دافع بتحركها في تصرفاتها يعني انا اعرف ان الاغلبيه الباسوردات بتاعت الفيسبوك والحاجات دي مع الرجاله مش مع الستات نادرا لما ست بتقدر تاخدها من راجل يبقى مين اللي بيغير اكتر ومين اللي بيسيطر اكتر ومين اللي بيتحكم اكتر كام راجل مدي باسورده لست وكام ست جوزها بيخش يوميا يمسح حتى الناس الفريندز عندها ويرد على موبايلها انا اعرف كتير جدا يعني يمكن لو حد يعرف حالات يعني ده المشكله العامه طب يرد على الموبايل بتاعها على اساس ان هو بيساعدها مين زي مين اللي معاكي وريني لا 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 صوت صاحبتك ليه الو ايوه انا يعني زي سكرتير المدام يعني فاهمه بيرد لها بيساعدها يجوز هي بترضع البيبي ولا بتغير للبيبي وهو بيعاونها في كده ايه المشكله هي مطلوب من الست ان هي تبقى عندها يعني صبر طيب انا لو انا جوزي قال لي هاتي موبايلك وانا قلت له لا قال لي هسيب البيت قلت له امشي قال لي هطلقك قلت له باي باي بس الا موبايلي بقى ايه الموقف ساعتها لماذا تلام المراه على انها قلقت ولا يلام انت الراجل انت على مصممه على باي باي دي ليه من اول الحلقه الله ولا عاجبها الورد ولا عاجبها مش هخلص معاك بقى انا إيه؟ هخلص معاك الشوكولاته طب نجيب ايه نجيب جنزبيل لا نجيب الثقه الثقه نجيب الثقه انجل هو عجبني في نقطه بيقول لك ليه الست اصلا ممكن الست تقعد 3 شهور تبحث عشان خاطر تجيب الباسورد بتاع جوزها انت ممكن في الثلاث شهور دول تحققي تارجت لنفسك حلوه قوي تتجوزي غيره خلص. ممكن لا مش تتجوزي ممكن تاخد اطور ممكن من نفسي كورس بالظبط اطور من نفسي في شغلي اطور من اولادي اعمل شيء مفيد مش اقعد اضيع وقتي ان انا اراقبه طول الوقت ما انا هراقبه يبقى هسيب حالي بقى واسيب حاجتي واسيب شغلي وقاعده بقى براقب في جوزي مزبوط. طول الوقت هو معاملته كويسه معايا ولا شغل انا انسانه مريضه كما ذكر كلام برضو مهم جدا منطقي بس كلام مضطرين نتوقف عند استراحة إعلانية أخيرة ونرجع نكمل خليكم معنا اوعوا تروحوا في أي حتة هفكركم بسؤال الحلقة النهاردة ليه الزوجة بتراقب جوزها على السوشيال ميديا ليه قولي لي انت ليه يهزروا طيب على كل احنا اتناقشنا في حاجات كتيرة جدا وفي هاشتاج مهم جدا عايز اتناقش فيه اللي هو لو حبيت انك انت لا تراقب بروفايل من تحب لو عايز تكتشف الخيانة ادخل على الخاص مهم قوي هنناقشه بس تعالوا نشوف رأي الكاتب الصحفي مصطفى الكيلاني تفضل مش من حق اي حد ان هو يراقب اي حد فما بالك بقى بالزوجة لزوجها مش من حقها انها تراقبه ولا هو من حقه ان هو يراقب تليفونها لو ما كانش فيه ما بينهم وبين بعض ثقة يبقى اتجوزوا ليه اصلا انعدام الثقة بيخلي اي من الطرفين يبدا يتنصت على تليفون الاخر ولا الفيسبوك بتاعه ولا واتساب باعتبارها الحاجات المنتشرة مثلا في مصر بكتير الست دلوقتي بتعمل حاجة لطيفة جدا انها يعني دي مواقف حصلت فعلا ان هي الاطفال دايما بيعرفوا الباسورد بتاع التليفونات الاباء بسهوله جدا بيحفظوها بسهوله فبتخلي ابنها يفتح لها تليفون بابا او وهو نايم لو التليفون ببصمه بتقرب الموبايل من صباعه ويتفتح من الاول زي ما قلت في نقاش وفي حوار دائم في استيعاب للتغيرات اللي بتحصل للرجل والمرأة الاثنين مع بعض في محاولة لفهم انه أعباء الحياة قد تخلق مشكلات انا شايف انه هو لو ما فيش ثقة ما بين الزوج والزوجة ينفصلوا ويريحوا دماغهم يعني من بعض لانه
لحظة انعدام الثقة هي لحظة انتهاء العلاقة ما بين الاثنين. شكرا. الكاتب الصحفي مصطفى الكيلاني قال نقطة لفتت نظري وخطيرة جدا، أغلب الأطفال بيعرفوا ياخدوا الباسورد. يعني أنت النهاردة علشان تعرف الباسورد بتاع المدام، أو المدام عايزة تعرف الباسورد بتاعة البيه، يبقى نستخدم الأطفال. يعني معناها أن أنتوا بتطلعوهم جواسيس من هم عيال صغيرة. يعني 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 دي تربية إيه دي؟ يعني يعني هي مثلا ممكن الأم تقول مثلا لابنها إيه؟ خد يا حبيبي تليفون بابا العب بيه شويه، وخد منه الباسورد بس ورجعه له تاني. يبقى انا كده يعني الولد ده لما يكبر هيفتكر ايه ذكرياته في الطفوله؟ ايه رايك يا استاذه هدير؟ انا رايي ان هي كارثه لما انا لما انا اعلم ابني كارثة لما تربوية. يكبر هيبقى راجل هيعرف يعني ايه خلفيته عن الست. الست مثلا مامتي اللي كانت بتقولي روح هات الباسورد، طب انا دلوقتي هيبقى عندي ثقه في الناس ازاي؟ ان العلاقه قايمه على الشك والشك المتبادل او غيرها. ده هيبقى هو نفسه عنده مشكله انه مش عارف يثق في اللي حواليه اصلا. مشكله كبيره جدا في مساله يعني تربيه نشء جديد او اجيال جديده. احنا مش عايزين نطلعهم بالطريقه دي، مش عايزين نطلعهم في مناخ ملوث. وبعدين قال حاجه مهمه قوي، لو انا مش مرتاح اسيبها، لو هي مش مرتاحه تسيبه بصراحه ويريحونا. يعني اللي هو لو هيحصل ان انت هتدمري ابنك، لا انت تسيبيه احسن لك. استاذه اسر ضد اقحام الاطفال تماما. يعني طفل مالوش علاقه ضد اقحام. مش بس كده، هو بتتخانقوش قدامه. يعني انا كماما بقول له باباك بيخوني، تعالى اطمن. طب ما هو بتسقط المثل الاعلى للاب في نظره. يعني انا مع ان نخفي عيوبنا عن الاطفال. يعني وحتى لو حصل اي مشادات كلاميه او خناقات بتحصل في كل بيت، لازم يبقى بعيد عن الاطفال. ولو ان في منهج يعني علمي جديد نفسي بيقول ان الاطفال بيفضلوا عايشين متخبي عليهم كل حاجه لغايه ما يتفاجئوا مثلا ان ماما وابوهم بيتطلقوا، فاصبح يعني بيقول لك المدرسه الجديده يعني انك تديهم فكره شويه عن الخلافات اذا كان في خلافات بدات. يعني بس ما تتخانقوش، يعني ما تضربوش بعض قدامهم. يعني يعني انده مثلا ابني اقول له تعالى حبيبي انا ناوي اتخانق مع مامتك دلوقتي. لا طبعا لا، انا اقصد اقول ان لو في مخلقه لو في مشكله بقول انا زعلان من بابا النهارده. انا بابا زعلانين. في ناس كانت بتخفي تماما. ومثلا يلاقي مثلا يعني الطفل فجاه بيقول ماما وبابا بيتطلقوا لي انا مش عارف. يعني فيعني لو في مشاكل، بس اعتقد لو في خلافات هتؤدي للطلاق اكيد الولاد هيشوفوها. بالظبط كده، الولاد بيعرفوها. لكن طبعا انا ضد ان الطفل يقحم في الحاجات دي. انجيل جمال عقب على كلامه الاول، هو قال لك ان اتجوزنا ليه؟ اتجوزنا عشان في ثقه. صح. ما فيش ثقه يبقى خلاص ما نكملش، مش هنقعد نراقب بعض طول الوقت. اما بالنسبه للطفل، انت بتعلمي ابنك اقتحام الخصوصيه. طبعا اقتحام الخصوصيه دي كارثه، شيء كارثي. انت بتبني شخصيه هو لما يكبر مش هتحسيه زي ما انت عايزه. انت عودتيه ان هو يقتحم خصوصيات كل شخص ويبقى عنده فضول في كل شيء، يبقى اذا هو يطلع شخصيه مش ناجحه، شخصيه مش قيادي. مش مركز مع نفسه، مركز مع غيره اكتر ما مركز مع نفسه. فبالتالي انت كده دمرتي ابنك ودمرتي نفسك ودمرتي زوجك. طيب احنا كده جات لي فكره كده ان احنا مره نعمل حلقه نناقش فيها الكابلز او الازواج والزوجات اللي في علاقه متوتره، تأثير ده ايه على نفسية الطفل او على نفسية الاطفال، وازاي ممكن ان احنا نعمل نوع من الادارة للازمة دي، لان اي ازمة لازم تدار. طيب على كل حال احنا عايز ارجع تاني قبل ما نختم نتكلم في الهاشتاج اللي اصبح منتشر بشكل او باخر اليومين دول، لا تراقب بروفايل من تحب فالخيانة تحدث على الخاص. استاذ احمد هاشم، حضرتك عندك فكرة عن الهاشتاج ده؟ لا، اول مرة اسمع. مدام زينة سمعته. سمعته بس ما حاولتش ان انا. الخيانة تحدث في الخاص ولا على الوول؟ لا، هو اللي عايز يخون هيعمل في اي يعني وول خاص مفيش مشكلة. بس يعني انا بقول انا مش هدور وراك، انا مش عايز ادور وراك. لو خد الموبايل استاذ احمد ودخل بيه الحمام بيجيلك شعور كده؟ لا بتحصل، بس انا عارفه بتحصل. بتحصل سعيد، بس مش بيبقى واخده ان هو يعني بتعمل ايه. لا ممكن بتعمل ايه في الحمام بالموبايل يا استاذ احمد؟ لا بتحصل، بس هو بيتكلم. ببقى مثلا بتكلم وداخل الحمام بس. انها مش داخل استخبى يعني. بس برضه موضوع
موضوع حلو ها؟ موضوع مثير للشك. يعني موضوع كده ايه؟ ها يخبط على الباب. انت خلصت؟ انت بتعمل ايه؟ دي تبقى خانقه قوي ها؟ واحد عايز ده بيت الراحه. يعني لا هي في حاجه كانوا بيقولوها على الفيسبوك برضو ان زمان كنا بنقعد نقرا الكلام اللي على الازايز اللي في الحمام الشامبوهات والحاجات دي. دلوقتي احنا بقينا بناخد الموبايل نقعد نقرا فيه. على فكره دي بتحصل. يعني مش لازم وانت داخل انا واخده الموبايل وداخله هو داخل الموبايل. مش لازم يبقى فيه فعلا زي ما قلنا الطوق حوالين رقبته طول الوقت. طب يعني ما هو حر. افرضي دخل خد الجرنان ودخل الحمام عادي على فكره من حقه وحاجه بتحصل كتير. شكلك بتحبي القرايه في الحمامات. بتحصل حقيقي عادي. كل واحد حر ان لم يضر من الاخر. استاذه اسر هو مفيش خصوصيه بين راجل ومراته غير في الحمام. الهاشتاج يا اسر الهاشتاج انا الهاشتاج ده انا ما سمعتش عنه الحقيقه خالص. ولو سمعت عنه هقول ان الخيانه بتحصل في الدماغ مش مهم في الراس ولا في هي بتحصل في الدماغ اصلا يعني. صحيح. انجل الهاشتاج انا ما سمعتش عنه بس هو هاشتاج حلو قوي لازم هتابعه. وبالنسبه للتليفون ما دام حريتي مش بتضر غيري خلاص. ما دام مش بتضايقك خلاص انا حره. الموبايل ادخل بيه التويليت هو يدخل بالحمام عادي ما دام الحريه بتاعتي مش بتضرك خلاص. صحيح اكيد يعني مش هدخل خلاص. بس يعني ما عندكيش مشكله انه يدخل بالموبايل الحمام المشكله ويقعد بقى لا مش ينسى نفسه يعني يقعد بقى زي ما زمان كان الجرنان كان مجله دلوقتي الموبايل بقى وده دليل ان احنا الثلاثه ما حدش قال لك لا يبقى استاذ يعني احمد احنا كده مش ضد الرجاله زي ما استاذ احمد قال في الاول يعني مش ضد الرجاله لا هو في حريه ممكن دي حاجه استاذ احمد مبسوط ان استاذ احمد مسيطر جامد قوي. لا اصل كل الناس متخيله ان احنا ضد الرجاله. ربنا يوفقك يا رب ويسعدكم يا رب ويديم المحبه اللي ما بينكم ونتمنى نشوف كابلز الحقيقه كتير قوي زيكم. انا عايز نحييهم تحيه كبيره استاذ احمد هاشم وزوجته مدام دينا محمد شرفتونا يا جماعه وان شاء الله نبقى كده على اتصال ونطمن عليكم. وبشكر يعني الحقيقه الضيوف اللي شرفوني في استوديو اخر النهار النهارده. عايز اشكر الاذاعيه هدير شعيب. شكرا هدير نورتيني والله. الناشطه في حقوق المراه اسر ياسر. شكرا يا اسر. المذيعه انجيل جمال. شكرا انجيل. شكرا للجمهور. وعايز اقول حاجه بس قبل ما اختم. السوشيال ميديا والله العظيم اللي اخترعوه اساسا علشان احنا نتواصل مع بعض عشان يبقى شيء ايجابي وعلشان لم شمل العائلات ولم شمل الاصدقاء. ما اخترعهوش علشان تتخرب البيوت. ما اخترعهوش عشان اي نوع من انواع الشر او الطاقه السلبيه او ننشغل عن بعض او اي شيء من هذا القبيل. انا متاكد ان انتوا عارفين الكلام ده. شكرا لمتابعتكم اخر النهار والى اللقاء.